بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات بالنسبة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف العام القادم صيف عام 2020، وأيضا كمان متابعة الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي بالنسبة للمرحلة القادمة، خاصة أن بإذن الله أول مباراة رسمية للنادي الأهلي إن شاء الله هتكون يوم 25 نوفمبر في نهاية هذا الشهر، مباراة في الدوري العام ثم المباراة الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي على استاد رادس بإذن الله يوم 29 في نهاية هذا الشهر. حلقة النهاردة بالتأكيد معنا فيها أخبار ومعنا فيها متابعات خاصة بالنسبة للنادي الأهلي في المرحلة القادمة، وأيضا كمان بالنسبة للمنتخب الأولمبي اللي حقق نتيجة جيدة بالأمس بعد الفوز على المنتخب الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حلقة النهاردة متقسمة لكذا جزء، الجزء الأول فقرة الأخبار ومعنا فيه تفاصيل مهمة جدا وأخبار مهمة، وكمان في نقاط هنحاول يعني نوضحها للناس في أمور عديدة متعلقة بالمرحلة القادمة، سواء حتى في الإصابات اللي تعرض لها عدد من لاعبي الأهلي مؤخرا أو حتى بالنسبة للاستعداد بالنسبة لاستئناف مسابقة الدوري إن شاء الله نهاية هذا الشهر. ثم الفقرة الحوارية الأولى اللي هيكون في ضيافتي الكابتن عبد الله فاروق نجم النادي الأهلي السابق ومدرب ضمن المدربين اللي بيعملوا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وله بالتأكيد مستقبل إن شاء الله بينتظره في هذا القطاع خلال الفترة القادمة. الفقرة الحوارية الأخيرة هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهيكون في ضيافته الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل أمين الكاتب الصحفي بالأهرام. لكن بداية هذا الموضوع وأنا بتكلم بالتأكيد عن الحدث الأبرز في هذه الفترة، فوز منتخب مصر بالأمس على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الميزة في هذا الانتصار ومكسب الثلاث نقاط وتأكيد الصدارة والتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي أن المنتخب بالأمس كان هناك روح وإصرار وعزيمة لدى اللاعبين من أجل الفوز بهذه المباراة وإسعاد الجماهير المصرية في كل مكان، وده كان شيء مهم جدا بالنسبة لنا بغض النظر عن الأمور الفنية والشكل الفني والتكتيك اللي بيأدي به المنتخب في المباراتين سواء أمام مالي أو حتى منتخب غانا. الروح والعزيمة والإصرار وروح التحدي، فكرة أن أنت بترفع اسم بلدك وعلم بلدك وأنت في نفس الوقت عايز تحقق طموحك أو توصل للطموح اللي أنت عايز تحققه أنك تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في العام القادم، ده هدف مهم جدا، وده بيدل أن هذا الجيل هناك روح كبيرة جدا في هذا الجيل، وده كان بينقص المنتخبات الوطنية خلال الفترات السابقة. هذه الروح كنا بنتميز بيها في منتخب الأول اللي شارك في 2006 و2008 و2010، لكن الفترات السابقة كنا بنفتقد هذه المسألة، يعني باستثناء منتخب مصر اللي تأهل لكأس العالم في روسيا 2018، لكن بالأمس يبدو أن هناك جيل صاعد وبقوة في المرحلة القادمة هيكون مثال يحتذى به في تشريف المنتخبات الوطنية والمنتخب الأول بإذن الله في المرحلة القادمة. لسه المشوار ما انتهاش، لسه عندهم كذا خطوة في المرحلة الجاية، أولها طبعا التأهل إلى طوكيو صيف العام القادم، ثم إن شاء الله المباراة النهائية والفوز بالبطولة، كلها خطوات بإذن الله إن شاء الله يكون فيها التوفيق حليف المنتخب الوطني. لكن قبل ما ادخل في تفاصيل المنتخب الاولمبي والاستعدادات وصداره المجموعه قبل مواجهه الكاميرون ان شاء الله يوم الخميس، في بس في البدايه حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها، ويمكن احد المدربين اللي كان ليه بصمه واشتغل مع منتخب الشباب والمنتخبات الناشئين في فترات سابقه وكان بيمثل منتخب مصر الكابتن محمد الصيفي تعرض لوعكه صحيه شديده خلال اليومين اللي فاتوا، بنتمنى له كل الشفاء يا رب باذن الله، حاليا موجود في احدى المستشفيات في مصر الجديدة وإن شاء الله بإذن الله يخرج منها سليم ومعافى يا رب بإذن الله خلال الفترة الجاية. كابتن محمد الصيفي من المدربين اللي كان ليهم دور كبير جدا في منتخبات الناشئين والشباب في فترة سابقة، كلنا نتذكر حتى جيل مستر سكوب والكابتن هاني رمزي اللي استضافت ساعتها مصر وقتها بطولة كأس العالم، كان ساعتها في 2009 كان الكابتن محمد الصيفي ضمن الجهاز الفني في منتخب مصر للشباب. خلال الايام اللي فاتت يمكن تعرض لوحكه صحيه ان شاء الله باذن الله يوم منها بالسلامه، وكلنا بنتمنى له يعني التوفيق ان شاء الله، والدعاء بنوجه له ان شاء الله باذن الله الدعاء في الفتره اللي جايه ان شاء الله يخرج منها سالما. وضمنا حتى لقطات ليه للكابتن محمد الصيفي مع منتخب الشباب، وكان من ضمن اختيارات الكابتن محمود الجوهري عندما كان الكابتن محمود الجوهري مديرا فنيا للاتحاد وقتها، وضمنا حتى في الصوره كمان الكابتن فكري صالح كان هو مدرب حراس المرمى في منتخب الشباب، والكابتن محمد الصيفي من المدربين اللي كان لهم خبرات كبيره جدا واللي كان بيحظى باهتمام من قبل الاداره الفنيه في اتحاد الكره وقتها، لنظرا طبعا لامكانياته وخبراته ومشواره مع الانديه حتى اللي لعب فيها في فترات سابقه. نتمنى له يا رب باذن الله السلامه
يخرج من هذه الأزمة الصحية معافى إن شاء الله بإذن الله. ودورنا بقى دور الإعلام إن هو يلقي الضوء على هذه الموضوعات، لأن كمان وإحنا بنتكلم على موضوع الكابتن محمد الصيفي بشكر معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استجابته بسرعة عندما علم يعني الوعكة الصحية اللي تعرض لها الكابتن محمد الصيفي، قام مباشرة وقام بمبادرة بالاتصال بيه والاطمئنان عليه. وأكيد بإذن الله خلال الأيام اللي جاية هيكون في دور مهم جدا كمان للوزارة أو حتى للرياضيين بشكل عام، لأن كلنا شايفين يعني الحياة مفيش حاجة بتستاهل الحياة غير عمر البني آدم، ده بالنسبة لنا ده أهم حاجة، وحياة الإنسان بالنسبة لنا دي أهم حاجة. وإحنا في الوسط الرياضي تحديدا هنا بقى ما بتغلبش عليها الانتماءات للأندية، لا أهلي ولا زمالك ولا أي حاجة خالص، بتبقى القصة بالنسبة لنا إن إحنا كلنا في مجتمع واحد ووسط واحد، علاقتنا ببعض بتبقى علاقات متميزة، ولو حد يعني تعرض لأي وعكة صحية كلنا لازم نقف جنبه ونكون معاه. وبالأمس يعني خلص التعازي لأسرة اللاعب علاء علي، لاعب نادي الزمالك ولاعب نادي سموحه ولاعب نادي بتروجيت، خالص تعازينا لاسرته. خبر امبارح كان بالنسبه لنا طبعا الموت الحاجه الوحيده الحقيقه في هذه الحياه، لكن طبعا خبر وفاه علاء علي بالنسبه لنا كانت صدمه، لان علاء علي من اللعيبه دمس الخلق، لعيب اخلاقه، مش هتكلم على الكوره، بتكلم على اخلاقه وعلى تربيته وعلى علاقته حتى بكل زملائه في الوسط الرياضي، علاقته حتى بالاعلام، الناس كلها بتثني على احترام وعلاقه علاء علي بكل الزملاء في هذا الوسط. يعني باذن الله ان شاء الله انه يكون في الجنه، ونحتسب ان شاء الله يكون في الجنه باذن الله. علاء من اللعيبه اللي كانت محترمه، سيرته طيبه، للاسف طبعا يعني الموت والحاجه الوحيده الحقيقه في الحياه، علاء علي توفى بالامس طبعا نتيجه ايضا وعكه صحيه، ورحل في هدوء من غير ما حد يحس ان هو كان او كان عارف ان هو كان تعبان او عنده اي ظروف ما، رحل عنا بهدوء ومن غير ما حد يبقى عارف عنده ايه او في ايه. لكن علاء علي ان شاء الله باذن الله نحتسبه باذن الله في الجنه، وربنا يسكنه ان شاء الله فسيح جناته. ايضا كمان كابتن مدحت عبد العزيز حكمنا الدولي خلال الفتره الحاليه، في استجابه وفي اهتمام كبير جدا من عدد من الحكام الدوليين به في الفتره الحاليه، برضه عنده وعكه صحيه شديده ان شاء الله، نتمنى ان هو يقوم بالسلامه. وده الدور بقى المهم جدا، الدور المجتمعي في الوسط الرياضي، وخاصه دور الاعلام ان احنا نهتم جدا بهذه الموضوعات. وانا اتمنى على المستوى الشخصي وبالتاكيد حتى على المستوى المهني ان اتحاد كره القدم خلال الفتره القادمه يكون في رعايه صحيه لكل الناس اللي بتشارك او بتلعب كره قدم، ومقيده حتى في الاتحاد سواء بالنسبه للمحترفين او حتى الهواة، يكون في صندوق مخصص لده، يكون في جزء مخصص من خلال لائحه شؤون اللاعبين لهذه الحالات الحرجه او حتى لحالات الوفاه للاعبين. بالتاكيد الكل بيثني على اخلاقهم واحترامهم خلال الفتره السابقه في الوسط الرياضي، لكن ان شاء الله نتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمد الصيفي. ده بمناسبه احنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب واللاعبين اللي ليهم دور بالتاكيد او المدربين اللي كان ليهم دور في هذه المرحله السنيه. منتخب الاولمبي بقى في كلام كتير ممكن يتقال عليه، لكن شتاني الفارق ما بين امس واليوم، يعني واحنا بنسترجع التاريخ وبنفتح صفحات التاريخ واحنا بنتكلم على المنتخبات الاولمبيه في فترات سابقه، بالامس الكل كان بيتكلم على هدف احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان هدفه امبارح كان الهدف الثالث، وهو هدف الانتصار والثلاث نقاط في الوقت الحرج في الدقيقه 88، والكل استرجع ذكريات تصفيات افريقيا المؤهله لدوره برشلونه عام 92، بنتكلم في مرحله حوالي 27 سنه، بعد 27 28 سنه بيتكرر الامر، لكن من خلال الشبل، هذا الشبل من ذاك الاسد كابتن ياسر ريان. انا فاكر في دوره 92 مباراه زيمبابوي، المباراه الفاصله اللي منتخبنا انتصر فيها بثلاثه اهداف مقابل هدف، كان ليه دور كبير جدا في صناعه اكثر من هدف في هذه المباراه اللي اهلت المنتخب لدوره اولمبيه في برشلونه عام 92. هو معايا على التليفون، اتكلم معاه استعيد ذكريات تصفيات افريقيا 92، وايضا كمان يكلمنا عن هدف احمد امبارح اللي بالتاكيد في حوار دار بينه وبين احمد بعد هذا الانتصار، لان احمد كمان نزل شارك في الدقائق الاخيره من مباراه الامس. والكابتن عماد متعب كمان كان كتب له تويتا وادي ريان، فاحمد ياسر ريان رد عليه وقال له يا كابتن لسه المشوار طويل، ان شاء الله هيكون في تويتا وحضور بقى ان شاء الله بعد التاهل الى طوكيو. وده دور كبير جدا لعماد متعب مع نجوم منتخب الشباب والاولمبي، لان هو كمان سبق قبل كده كان بيمثل منتخب مصر في هذه المراحل السنيه. كابتن ياسر اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا بيك و المشاهدين. اهلا بيك كابتن ياسر، و عايز اقول لك الكل استرجع الذكريات والاحصائيات التاريخيه المتعلقه بالتصفيات الافريقيه، دوره برشلونه 92 والتصفيات اللي تاهلنا من خلالها في مباراه زيمبابوي، ونفس الامر تكرر امبارح بس من خلال احمد بقى في مباراه مصر وغانا في الانتصار في اللحظات الاخيره.
اولا يعني الفارق ما بين 92 و 2019 وشفت امبارح اللحظه دي ازاي لما اتقررت بعد حوالي 28 سنه؟ لا يعني ما فيش شك طبعا في فرق كبير جدا بين الزمن القديم بتاعنا والزمن الحالي، ده فرق كبير جدا في الامكانيات والسوشيال ميديا اللي موجوده حاليا، لا الوضع كان مختلف تماما. لكن انت زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت كده من ذكرياتنا، لا انا برضو كنت لعبت الماتش اللي هو يعتبر اللي هو وصلنا الاولمبياد في برشلونه، لعبنا زيمبابوي هنا في القاهره كسبناهم 3-1، منهم كان فيه هدف الحمد لله كان من صنع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، وكان موجود في الموجود معانا كمدير فني كابتن محمود سعد مدير فني، وصلنا وبرده كان من خلال كابتن محمود جوهر الله يرحمه، وده اللي كان برده لهم هدف الاثنين اللي احنا نوصل لبرشلونه، وكان التدعيم كله من الدوله حاليا برده بامانه يعني، ورحنا تعادلنا مع الزيمبابوي هناك 0-0 ووصلنا الحمد لله الاولمبياد. نيجي بعد كده نلاقي نلاقي الموضوع ده الثاني اللي احنا المنتخب اللي موجود حاليا الموجود حاليا طبعا عملوا انجاز كويس جدا، الانجاز اللي هم عملوه ده حاجه تحتسب لهم. انت شايف الماتش اللي فات الروح والاداء والرجوليه وحاجات كتير قوي تتكلم على 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 المنتخب الاولمبي، فالحاجات دي كلها الحاجات دي كلها بتحتسب لهم مع جهاز فني محترم زي الكابتن شوقي غريب وكابتن حسين الجمال كابتن محمد شوقي كابتن وائل شيتوس كابتن اسامه نضاعك واسامه عبد الكريم، الناس كلها بصراحه فرحانه بيهم، واللاعيبه اللي عملت ده انت نفسك كنت امبارح مستمتع بالمباراه تمام، انت شايف ان منتخب مصر لو الاداء ثابت امل والروح اللي موجوده ده لحاجه الواحد بصراحه مش عشان والله احمد ابني كان بيلعب ولا حاجه، لكن الاداء اللي موجود اداء مشرف لمنتخب مصر، ناس بتلعب بروح مصر فعلا والناس كلها كانت مستمتعه بالمباراه، واللي انت تجيب جون في الوقت ده لا الوقت ده وقت صعب جدا، التعادل اعتقد كان هيدخلنا في حزب الدرما، اللي انت تجيب الهدف في 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 الوقت ده لا هدف ليه طعم لمنتخب مصر ولينا كمصريين يعني. طيب احتفلت يعني وقت احراز احمد الهدف اكيد كانت بالنسبه لك فرحه غير طبيعيه، واسترجعت بقى ذكريات بعد 29 سنه لما كان ليك دور كبير جدا في تاهل المنتخب في دوره برشلونه 92. اكيد اكيد طبعا يعني انت عارف برضو لما هو بيجيب الهدف وهدف فوز في بالشكل ده وفي التوقيت ده طبعا انت كأب طبعا لازم تفرح بيه طبعا، وتفرح انت اصلا بتفرح بفرح الكابتن شوقي غريب، انا بشوف تعبيرات الكابتن شوقي غريب بيبقى والله العظيم الله يكون في عونه، يعني انت لو تشوفه يعني الراجل يعني انا طبعا فرحان وفرحان لاحمد جابون، بس انا فرحتي الكبيره للكابتن شوقي غريب، الراجل واضح عليه الـ يعني وشه انت لو انت لاحظت وشه بقى محمر جدا وعايز يوصل لدرجه عاليه جدا، وهو طبعا الناس كلها طمعانه في المنتخب ده وعشمنا في المنتخب ده، وده اللي بيرجعني للذكريات بتاعته وانا والحمد لله واحنا موجودين في تصفيات افريقيا واحنا عشان نوصل للاولمبياد، انا حتى ببقى اقول لاحمد قلت له انتوا هتتمتعوا اذا انتوا في يوم من الايام وصلتوا للاولمبياد، هتلاقوا عندكم معسكرات محترمه بتسافروا سفرات جامده بتلعبوا فرق اقوى هتلاقي متعه ثانيه، انت اسمك بيعلى في اوروبا اسمك بيعلى في العالم كله، انتوا كلاعيبه واسم مصر بيعلى في الاولمبياد دي بتبقى حاجه كبيره جدا، ده زي كاس العالم ممكن احسن. تمام طيب لفت انتباهي كمان يا كابتن ياسر تويتر كان كتبها الكابتن عماد متعب على تويتر ووجهها لياسر ريان وجهها لاحمد ياسر ريان، وكلمه والجمله حتى احمد رد عليه وقال له يا كابتن لسه قدامنا تصفيات لغايه الاخر، لسه عندنا كذا خطوه وكذا مرحله لطوكيو 2020. احساس اللاعبين السابقين والدوليين زي عماد متعب وقمه عماد متعب والرسائل الايجابيه اللي ممكن توصل للعيبه من خلال تويتر رسائل خاصه الكلام ده كله. انا قلت لك قبل كده احمد هو مثل الاعلى عماد متعب، وانا يمكن قبل كده كنت معاك في حلقه من الحلقات وقلت لك الكلام ده، قلت لك احمد ريان بشبهه بالظبط بستايل عماد متعب، وحتى لو انت جبت اهداف عماد متعب وجبت اهداف احمد ريان هتلاقي قريبه، حتى لو في الدوري او في الماتش اللي فات بتاع افريقيا اللي مع المنتخب عماد متعب اعتقد جاب لنا بطوله زي في الوقت ده برضه مع النادي الاهلي نفس الكره دي تقريبا، طبعا مع الفرق ده كان الكره ودي كره كانت عرضيه، لكن في الاول وفي الاخر انا قلت لك هو عماد متعب هو بيحب عماد متعب جدا وتماثله الاعلى، وانت عارف عماد متعب ده نجم كبير جدا اكيد وهداف من الهدافين اللي من احتسابهم في تاريخ مصر من الناس المعدوده، فحته اللي هو عماد متعب بيدعبه والحاجات دي كلها دي حاجات كلها متعبه، انت عارف لما لعيب بيحب لعيب بيحب يبقى في حاجه اسمها مشاكسه يعني اكيد.
كابتن ياسر ريان انا بشكرك، وكان مهم جدا نقول للناس طبعا يعني شتان الفارق او هذا الشبل من ذاك الاسد. كابتن ياسر ريان في دوره لما كان مع المنتخب الوطني في تصفيات افريقيا 92 المؤهله لبرشلونه، وبعد 29 سنه او 28 سنه بيتكرر الامر تاني بس مع نجله بقى في المنتخب الاولمبي، لكن سنه 2019 الدوره للتصفيات الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020 ان شاء الله في الفتره القادمه. ده كان مهم جدا الربط ده، لان كمان واحنا بنتكلم عن التاريخ وبنتكلم عن المنتخبات الاولمبيه مهم جدا كمان نربط الماضي بالحاضر بالمستقبل، وناس تبقى عارفه تاريخ المنتخبات الاولمبيه في فترات سابقه والاجيال السابقه اللي قدرت تصنع اجيال جيده جدا وتصنع تاريخ كويس جدا للكره المصريه في البطولات الاولمبيه، لان كمان تاهلنا للاولمبيات ما كانش بعدد تاهل كتير زي منتخبات اخرى، فبالتالي تاهل لوس انجلوس، التاهل لبرشلونه، التاهل الى لندن 2012، ان شاء الله طوكيو 2020 يكون خطوه جديده في عمر المنتخبات الاولمبيه بالنسبه للكره المصريه. طيب في ارقام من تاهل المنتخب الاولمبي المصري الى الدور قبل النهائي في البطوله تحت 23 سنه. اولا في ارقام مهمه جدا وفي مكاسب مهمه جدا في هذا الموضوع. بات منتخب مصر هو اول منتخب يتاهل الى المرحله المربع الذهبي والدور نصف النهائي بحصد العلامه الكامله من لقائي مالي وغانا في نص المشوار بالنسبه للتاهل الى المرحله الثانيه ومرحله الدور نصف النهائي في التصفيات الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020. ايضا كمان لاول مره في تاريخ البطوله ينجح منتخب مصر في تحقيق انتصارين متتاليتين، ده حاجه ما حصلتش قبل كده في عمر التصفيات الافريقيه في هذه البطولات المجمعه، مباراتين ورا بعض بست نقاط بانتصارين متتاليين، ده اول مره يحصل بالنسبه للمنتخب الاولمبي. كمان فكره تسجيل 3 اهداف في مباراه واحده ده لم يسبق للمنتخب الاولمبي ان حققه في اي تصفيات سابقه افريقيه في الدورات المجمعه المؤهله للدوره الاولمبيه، فبالتالي ارقام تعتبر مميزه بالنسبه لهذا الجيل. كمان مصطفى محمد ده مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الاولمبي بيتربع على عرش الهدافين بالنسبه للبطوله مناصفه مع الكاميروني فرانك ايفينا، الاثنين بالتاكيد جايبين هدفين في هذه البطوله، وبيتساوى كمان احمد شرويده مع رمضان صبحي في يعني تصدر هدافي مصر في التصفيات نفسها برصيد هدفين خلال كل التصفيات الافريقيه السابقه بالنسبه للمنتخبات الاولمبيه، لان كمان رمضان سبق ليه ان هو لعب في هذه البطوله امام نيجيريا في السنغال عام 2015 وتعادلت مع وقتها مصر 2-2 مع المنتخب النيجيري. كمان في نقطه مهمه جدا، اهداف لقائي الجوله الثانيه بالنسبه للمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه في تفاوت في الارقام والتهديف بالنسبه للمجموعتين، المجموعه الاولى معدل التهديف وصل لحوالي 9 اهداف، المجموعه الثانيه لغايه انتهاء المباراه الاولى النهارده ما بين جنوب افريقيا وساحل العاج بنتكلم في هدفين، ففي فقر تهديفي في المجموعه الثانيه اللي فيها زامبيا وجنوب افريقيا وساحل العاج والمنتخب النيجيري. كمان منتخب مصر يعتبر الفوز على غانا امبارح ده الفوز الخامس ليه طوال تاريخ هذه البطوله من 10 مباريات منتخبنا الوطني الاولمبي لعب في هذه البطوله وفي هذه النهائيات. فوزنا 5 مباريات، اتعادلنا مباراتين، ومصر خسرت 3 مباريات في المشاركات السابقه. منتخب مصر رفع عدد اهدافه في النسخ الثلاثه اللي شاركنا فيها لغايه دلوقتي الى 14 هدف مقابل تلقي منتخب مصر 10 اهداف. بات منتخب غانا ثاني منتخب يسجل هدفين في شباك منتخب مصر في النسخ الثلاثه بعد منتخب نيجيريا اللي زار شباك مسعد عوض مرتين في علامه الجزاء في البطوله في النسخه السنغاليه عام 2015. رمضان صبحي بالامس حصل على جائزه افضل لاعب بعد مباراة غانا، وكان مصطفى محمد سبقه في المباراة الأولى أمام مالي وحصل أيضا على جائزة أحسن لاعب. الشيء المميز في مباراة الأمس زي ما قلنا لكم الروح والعزيمة والتحدي، وإن الفريق عنده يعني هدف إن هو عايز يوصل لأولمبياد طوكيو، فالهدف مع الروح ده بيدينا مؤشر إن هذا الجيل إن شاء الله سيستعيد نفس أمجاد وانتصارات المنتخبات السابقة اللي كانت دايما بتلعب بروح قويه جدا، وكان اهم شيء بيميز منتخب مصر وحتى الجميع في القاره الافريقيه بيقول ان مصر بتتميز عن كل المنتخبات بالروح القويه والعزيمه اللي عند لاعبتها لرفع طبعا علم مصر ما بين كل الدول الافريقيه في المحافل الدوليه. ان شاء الله باذن الله يكون ده الهدف بالنسبه للمرحله القادمه. وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي يعني وجه امبارح التهنئه للمنتخب الاولمبي بالنسبه للتاهل، لكن قال لهم انتوا لسه عندكم محطات اخرى في الفتره القادمه، محطه التاهل في مرحله الدور نصف النهائي الى طوكيو، ثم المباراه النهائيه ان شاء الله بعد التاهل الى المباراه النهائيه للفوز
بالبطولة. كمان دكتور أشرف اتكلم على أن الوسط الرياضي كان محتاج هذه الفرحة في الظروف الحالية بالنسبة للمنتخبات الوطنية في التوقيت الحالي، وهذا الفوز كان في صالح المصريين في التوقيت الحالي لتعويض خسارة الفراعنة في أمم إفريقيا للكبار اللي استضافتها مصر من 3 شهور على استاد القاهرة، وكان الخروج في مرحلة الدور 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا. بكرة إن شاء الله الكابتن شوقي غريب هيعقد مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الكاميرون واتجاه لراحة مصطفى محمد وأسامة جلال أمام المنتخب الكاميروني. المؤتمر إن شاء الله هيكون الساعة 12:30 الظهر باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة الكاميرون، وهيكون مع الكابتن شوقي غريب في هذا المؤتمر الكابتن أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي. في كل مؤتمر الكابتن شوقي بيصطحب لاعب آخر عكس اللاعب اللي كان موجود معاه في المؤتمر اللي قبله. أول مباراة كان معاه رمضان صبحي، كان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالي. المباراة الثانية كان معاه مصطفى محمد. المباراة الثالثة إن شاء الله مع الكاميرون هيكون معاه أسامة جلال للحديث عن المباراة القادمة، وهنشوف بقى فكرة كابتن شوقي في المباراة الثالثة راحة اللاعبين، تجهيز اللاعبين ازاي لمرحله دور نصف النهائي، خاصه ان هو من سيء الحظ غياب عدد مهم جدا من اللاعبين عنه في هذه البطوله، يعني عدد كبير جدا من اللعيبه، احمد حمدي، ناصر ماهر، محمود مرعي، طاهر محمد طاهر، عدد كبير جدا من اللعيبه كان ممكن يكونوا دفعه قويه في المنتخب وكلهم قريبين من مركز واحد خاصه في الناحيه الهجوميه، كان هيكونوا اضافه كبيره جدا للمنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب. ممكن كمان نشوف محمود الجزار في مباراة الغد، يكون في راحة لمحمد عبد السلام بعد المباراتين السابقتين. عموما فكرة كويسة ان هذه المباراة انت تأهلت بنسبة 100% خلاص، يعني الفكرة بكرة انك مباراة الكاميرون يوم الخميس تحديد المراكز هتبقى اول، تتعادل او تكسب تبقى اول، لا قدر الله لو في خسارة هتبقى مركز تاني بعد المنتخب الكاميروني. طيب في خبر مهم جدا واحنا بنتكلم لسه في موضوع المنتخبات، طبعا محمد صلاح وصل إلى القاهرة، وصل إلى اسكندرية قصدي، وانضم إلى المعسكر المنتخب المصري في برج العرب بالاسكندرية. لكن الخبر المهم في هذه اللحظات اللي عايز أقول لكل المشاهدين، اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي نشر منذ لحظات خبر مفاده أن محمد صلاح لن يشارك في مباراتي جزر القمر ومباراة كينيا. محمد صلاح يمكن عنده إصابة، الجهاز الفني والجهاز الطبي فضل ان ما يكونش محمد صلاح معاهم في المباراتين القادمتين نتيجه هذه الاصابه اللي تعرض لها في المباراه الاخيره مع ليفربول امام مانشستر سيتي. اتعملت فحوصات طبيه من قبل الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العيله، واكدت هذه الفحوصات عدم جاهزيه محمد صلاح لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر. والكابتن حسام البدري عقد اجتماع مع الكابتن محمد بركات مدير المنتخب ودكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب، واللي أكد فيها رغبته الشديدة في المشاركة، يعني صلاح طلب من الكابتن حسام أن يكون موجود في المباراتين، لكن طبعا الكابتن حسام شايف لولا ظروف الإصابة واللي بتحتاج فترة علاج للتعافي خلال هذه الفترة فضل أن ما يكونش موجود معاه في المباراتين القادمتين. صلاح وصل للمعسكر في ساعة متأخرة من مساء الأمس بعد ما وصل إلى القاهرة بالأمس بعد خوض مباراتين الأخيرتين مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي، وشفنا كلنا الأداء العالي جدا لصلاح أمام مانشستر سيتي والهدف المميز اللي وصف يورجن كلوب المدير الفني أنه هدف ليس على غير المعتاد، يعني هدف صعب جدا، هدف لا تتوقعه، هدف لأسلوب مختلف في أداء رأس الحربة، وأثنى بشكل كبير جدا على هذا الهدف بالنسبة لمحمد صلاح مع فريق ليفربول. لكن إصابة صلاح للأسف هتمنعه من التواجد في مباراتين القادمتين بالنسبة للمنتخب، وهي أول مباريات رسمية للجهاز الفني الجديد تحت قيادة الكابتن حسام البدري أمام كينيا وجزر القمر. طيب النادي الأهلي النهاردة، ونخش بقى في موضوع النادي الأهلي، عندنا كلام مهم جدا بالنسبة للمرحلة القادمة في النادي الأهلي. خبر مهم جدا متعلق باستاد النادي الأهلي في الفترة القادمة، وقرر النادي الأهلي عدم التحدث في أي أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من كافة الجوانب بناء على تعليمات من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة لكل منظومة العمل. هي الفكرة عدم الحديث لأن خلاص بدأ العمل في هذا الموضوع بشكل كبير جدا، فبالتالي الكلام أو الحديث في هذا الموضوع مش هيبقى مجدي بالنسبة للمشاهدين أو مجدي بالنسبة للناس. فبالتالي في تأكيد أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات الفعلية في هذا المشروع منذ حوالي 8 شهور لتحقيق حلم كل الأهلوية، هذه الخطوات والتصور اللي جرى تجهيزه وفقا للدراسات اللي تمت بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيها خلال الفترة اللي جاية، وده حتى ظهر في قرارات المجلس في الاجتماع الأخير لما طلب من لجنة إنشاء الاستاد تقديم تصور كامل على الاجتماعات اللي تمت في اجتماع المجلس القادم. وبالتالي
فأي حديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأي إضافة أو خطوات جديدة. إذن المجلس هيناقش هذا الموضوع، وعندما يكون هناك خطوات فعلية وخطوات رسمية تعلن لكل المشاهدين هيتم إعلانها من خلال القنوات الشرعية بالنسبة للمنظومة الإعلامية للنادي الأهلي بعد ما مجلس الإدارة يناقش هذا الموضوع. وبالتالي أي كلام في هذه الفترة عن مشروع الاستاد بناء على هذا الخبر وهذا القرار لن يأتي بأي إضافة أو أي خطوات جديدة في هذا الموضوع. لكن إن شاء الله بإذن الله الكل بينتظر خلال الفترة الجاية هذا الموضوع بشكل كبير، لأن إن شاء الله حلم كل الأهلوية بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب خبر آخر، وطبعا كلنا على المستوى المهني الفترة الأخيرة كنا بنتابع برامج عديدة وصحف كثيرة بتتحدث عن مرحلة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، والبعض استغل فكرة أن الكابتن محسن صالح اتعين بشكل رسمي كرئيس لجنة التخطيط في هذا التوقيت، والبعض اجتهد أن الكابتن محسن عمل لفترة طويلة حتى محللا لإحدى القنوات العربية في الدوريات العربية وفي تحديدا في دوري الخليج العربي في الإمارات، وابتدى البعض يجتهد في طرح أسماء لاعبين كثيرين خلال الفترة السابقة. البعض ممكن يكون يعني بنى وجهة نظره لأن الكابتن محسن بيتابع المباريات وعارف نجوم كثيرين، فيقول لك الكابتن محسن اكيد عارف هؤلاء النجوم وهؤلاء اللاعبين فبالتاكيد مرشحين. النهارده في خبر مهم جدا، واعتقد الخبر ده هو دستور للمرحله اللي جايه، لان هذه الاجتهادات احنا حتى كنا على المستوى الشخصي كنا هنتكلم عليها في الفتره اللي جايه، ونقول ان هذه الاجتهادات وهذه الاخبار كلها اجتهادات صحفيه لكن لا تمت للواقع باي صله. لكن الكابتن محسن كشف النهارده امر مهم جدا، واعتقد ده دستور لينا في الفتره الجايه، بمعنى كل التصريحات والاخبار اللي نسبت لي خلال الفترة الماضية كلها غير صحيحة. وقال الكابتن محسن صالح: لم يصدر عني أي تصريحات لأي منبر إعلامي باستثناء ما تحدثت فيه عبر قناة النادي الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام الماضية، عدا كل ذلك هي تصريحات غير صحيحة بالمرة ولست مسؤولا عنها. بيتكلم كمان الكابتن محسن أنه هو بيعمل من خلال منظومة كبيرة ليها تاريخ كبير جدا في الإدارة ونظام عمل معروف للجميع داخل النادي الأهلي، وأن العمل دايما داخل النادي الأهلي ليه أسلوب معين وطريقة عمل معينة. لكن حتى في التعامل مع وسائل الإعلام مفيش مسؤول في الأهلي بيطلع بيتعامل مع وسائل الإعلام مباشرة إلا من خلال سيستم منظومة معينة متعلقة بالمنابر الإعلامية الرسمية داخل النادي الأهلي، وبيتم دايما التنسيق في هذا الأمر. وبالتالي البداية كانت اتقال إن كابتن محسن عقد اجتماع مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، وده كابتن محسن نفاه شكلا وموضوعا، وقال كل ما تردد في هذا الموضوع لم يحدث وغير صحيح ان كان في اجتماع باللجنة التخطيط كرئيس ليها مع الجهاز الفني بقياده رينيه فايلر. دي بدايه اول حاجه، او دي اول حاجه. تاني حاجه قال كمان، ودي بقى جزئيه مهمه جدا يا جماعه راعوها وانتوا بتتكلموا عن دور لجنه التخطيط في فكره المرحلة القادمة، لأن الناس دايما بتربط أن الصفقات والتعاقدات والكل بيروح يرشح أسامي بناء على فكره أو رؤيته أن في ناس في لجنة التخطيط اشتغلت في أماكن معينة، فبالتالي دايما وجهة نظرها أو في التعاقد هيكون راحة لهذه الأماكن. كابتن محسن قال جزئية مهمة جدا، قال أن الجهاز الفني عنده ارتباطات رسمية مهمة في الفترة اللي جاية، والجهاز الفني بيرتب لها بطريقته اللي هو شايفها في المرحلة اللي جاية، وهذا هو الأهم. ولم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت، وكل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة التناقش والحديث مع الجهاز الفني بالنسبة للمرحلة اللي جاية. ليس مدرج على جدول الأعمال التناقش مع الجهاز الفني عن المرحلة القادمة. كمان وده جزء كنت بقوله في بدايه الحديث عن هذا الخبر، البعض كمان اشار ان الكابتن محسن قام بترشيح عدد من اللاعبين للاهلي بالنسبه للمرحله اللي جايه، واخرين كمان ممكن يرحلوا عن الاهلي في المرحله اللي جايه. قال ده كابتن محسن بيقول ده لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد، والجهاز الفني هو اللي بيحدد اختياراته واحتياجاته بالنسبه للمرحله اللي جايه ووفقا للاحتياجات الفنيه اللي هو شايفها، ولجنه التخطيط لما بيتعرض عليها ده بتدرس ده وفقا للاحتياجات لهذه المرحله بالنسبه للفريق الاول. لكن لا رئيس اللجنه ولا اعضاء اللجنه بيرشحوا لاعبين بعينهم للفريق الاول. ودي الجزئيه او السطر المهم جدا اللي انا ربطته بحديث عدد من الزملاء في برامج اخرى وصحف اخرى، ان الكابتن محسن عمل مثلا في الامارات وكان موجود في احدى القنوات العربيه فمتابع جيد لدوري الخليج العربي، فرشح سين او صاد او عين، ودايما او الكل
لما واحد بيبدا بخبر بتبقى سلسله الكل بيمشي فيها لغايه انتقالات يناير. النهارده هذا الخبر مهم جدا عشان نبقى عارفين المرحله الجايه ماشيه ازاي. الجهاز الفني عنده مرحله مهمه في التوقيت الحالي فبيشتغل عليها. بعد هذه المرحله ما بتنتهي الجهاز الفني عنده احتياجات فنيه معينه بيطلبها من لجنه التخطيط، مش العكس، مش لجنه التخطيط هي اللي بتقول عايزين نجيب كذا، لا الجهاز الفني شايف ايه القصور او ايه العناصر اللي ممكن تكون اضافه للفريق في المرحله اللي جايه. كمان ترشيح اللاعبين ما بيكونش من رئيس اللجنه ولا من لجنه التخطيط، لا بالعكس كل واحد عارف صلاحياته كويس جدا دون تدخل في امر الاخر في هذا الموسم. في نهايه الموسم بقى بيتم تقييم الامور من قبل لجنه التخطيط لعمل الجهاز الفني او عمل القطاع بشكل عام. اعتقد كده الصوره هتبقى واضحه لكل المشاهدين بالنسبه للمرحله اللي جايه في طريقه او اداره لجنه التخطيط لقطاع الكره في الفتره الجايه والاختصاصات والاحتياجات الفنيه مين اللي بيقوم بيها كلا في مرحلته قبل نهايه الموسم. كابتن محسن كمان قال جزئيه مهمه جدا في هذا الموضوع، قال ان الكل بيعلم ان النادي الاهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعه ولا ضغوط مع كل خطوه لان المسؤولين في الاهلي بيختاروا جيدا انسب الكوادر في كل الاماكن وهناك دعم ومسانده وتعاون وفق نظام احترافي يحقق مصلحه النادي. اعتقد بهذا الخبر نكون قفلنا هذه الجزئيه نهائيا لان الفتره اللي جايه انا عارف خلاص انتقالات يناير على الابواب فالكل هيقول لك الاهلي باقي له مكانين فالبعض هيرشح مدافع دولي والبعض يقول لك لا هيبقى في مهاجم افريقي، طب مهاجم افريقي هيكون على حساب مين؟ كل هذه الامور اجتهادات صحفيه ودي رسالتنا الاعلاميه لكل جماهير النادي الاهلي. عرفتوا من خلال هذا الخبر المهم جدا طريقه اداره العمل في الفتره اللي جايه وكل ما كتب في هذا الامر بخصوص صفقات او لاعبين بعينها غير صحيح بالمره. الجهاز الفني في التوقيت الحالي عنده اولويه، عنده اهتمامات اكتر من كده، عنده استعداد لانطلاقه الدوري واستئناف الدوري في المرحله اللي جايه. الفتره الاخيره كان في توقف طويل للاسف يعني اتمنى باذن الله ما يكونش يؤثر بالسلب على الفريق مع استئناف المشوار ان شاء الله. فالجهاز الفني بيحضر للمرحله الحرجه دي عشان لما يستأنف المشوار يكون بنفس القوه اللي كان عليها في بدايه الموسم. عنده مباريات في الدوري، عنده انطلاق المشوار الافريقي وده تركيز مهم جدا محتاجين نهتم بيه في الفتره اللي جايه لان المشوار اللي جاي كل 72 ساعه كل 96 ساعه مباراه ما بين محليه وافريقيه فده محتاج شغل، محتاج تركيز، محتاج كمان جمهورنا يكون في ظهر الفريق ومسانده ودعم في اطار هذه الجزئيه. ما نطرحش فكره مين جاي كفرود او مين جاي في خط الدفاع لغايه اللحظه دي ما حدش عارف احتياجات الجهاز الفني في اللي جاي ايه لان لسه الموسم بيبدا، لسه الجهاز الفني ما لعبش في الدوري غير 3 ماتشات فمش معقول بعد 3 ماتشات هيبدا يطرح نواقص او محتاج مين او عايز مين. يعني للاسف طبعا وده هيبقى الخبر ده جزء ان انا هروح بيه خبر تاني مهم، يعني حمدي فتحي اتعرض لاصابه مع المنتخب الوطني وحمدي فتحي من الركائز الاساسيه في النادي الاهلي موجود بشكل جيد في وسط الملعب وبيأدي بشكل كويس، لو ماشي بشكل كويس ممكن ما يكونش محتاج حد في مركز وسط الملعب المدافع. اصابه للاعب او اتنين تيجي على انتقالات يناير الجهاز الفني يفكر يقول لك لا المكان ده كده عندي فيه نقص نتيجه اصابه لاعب او اتنين او ثلاثه محتاجه دعم في هذا المركز، فبالتالي كل هذه الامور السابقه لاوانها محدش عارف من هنا ليناير او نهايه يناير ايه اللي هيحصل. فبالتالي اصابه حمدي فتحي اهي جزء او مثال ان ممكن تكون انت عايز لعيب في مركز ثاني لكن يجي لك نقص في مركز وسط المدافع فتحتاج لعيب في يناير. انا بديكم مثال مش بقول لك اللي هيحصل بس انا بديكم مثال لان ده ممكن يحصل في الفتره الجايه والكوره دايما فيها متغيرات مفيش حاجه ثابته في كره القدم. النهارده ممكن يكون عندك احتياجات في مركز معين تيجي بعد مباراه واثنين وثلاثه تحصل ظروف معينه تلاقي نفسك لا احتياجاتك في مكان ثاني. فبالتالي هذا الخبر مهم جدا وبيحدد ملامح الفتره الجايه وده مهم جدا انا بشرحه بهذا الشكل لجمهورنا عشان جمهورنا يبقى عارف المرحله الجايه ويبتعد عن فكره الاخبار اللي دايما بيبقى فيها ترافيك او الاخبار اللي فيها نسبه مشاهده او نسبه قرايه عاليه. لما بيطرح اسم لعيب في النادي الاهلي تبقى نسبه القرايه عاليه. الصحفي او المذيع او الاعلامي بيبقى هدفه دايما ان هو يقول خبر مهم الناس كلها تسمعه او تقراه او تشوفه. فبالتالي دايما المصداقيه والمهم بالنسبه لنا ودورنا الاعلامي في قناه الاهلي ان احنا نخاطب جمهورنا بما يحدث على ارض الواقع والحقيقه كامله في هذا الموضوع. طيب حمدي فتحي للاسف يمكن تعرض لاصابه في تدريب المنتخب بالامس ودكتور خالد محمود ده طبيب المنتخب قال النهارده ان حمدي تم عرضه او سيتم عرضه على الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه لاتخاذ القرار الخاص بعمليه علاجه في الفتره اللي جايه. وكان في اتصالات ما بين دكتور خالد محمود مع الدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب اللي بلغه باصابه حمدي فتحي بعد اجراء الاشعه والفحوصات اثبتت ان عنده قطع في غضروف الركبه. طبعا اصابه جايه في توقيت للاسف او مش يعني مش فكره التوقيت يعني حمدي فتحي من اللعيبه اللي احنا
منتظرين منها كتير اول فتره الجايه، وظهرت بشكل كويس في بدايه الموسم سواء مع الاهلي او مع المنتخب، واثبت وجوده بسرعه وحل من الحلول المميزه في هذا المركز اللي كانت الكره المصريه بشكل عام بتفتقد امكانيات فنيه لهذا اللاعب في التوقيت الحالي او في التوقيتات السابقه. دايما هذا المركز كان بيتميز فيه اللاعبين بالقوه البدنيه، بالخشونه، بقطع الكرات وتسليمها للخط الامامي. حمدي فتحي من اللعيبه اللي يعني زودت لمسه فنيه في هذا المركز خلال الفتره الاخيره. اصابته زعلت كل الناس في الوسط الرياضي، لان اصابه الغضروف ممكن تاخد وقت، ان شاء الله ما يكونش وقت طويل، لكن ان شاء الله يعني يرجع بسرعه لان النادي الاهلي والمنتخب محتاجه في الفتره اللي جايه. فاصابه للاسف حزنتنا وزعلتنا، لان كمان قبلها بكام يوم حسين الشحات كان تعرض لاصابه ايضا في مباراه ليبيريا، والفتره الحاليه احنا محتاجين لما نرجع لبدايه المشوار تكون الصفوف مكتمله. وهي بقى المشكله، وده اللي قلته قبل كده، اكتر حاجه ممكن تقلقنا في الفتره اللي جايه مش الناحيه الفنيه ولا الناحيه البدنيه، لا، موضوع الاصابات. والاصابات تحديدا في فتره من الفترات كانت ليها تاثير سلبي على صفوف الفريق في بطولات افريقيه، لما بتوصل لمراحل النهائيه يا دوبك بتكمل القائمه بالعافيه. فهذا الموضوع للاسف بيبقى موضوع مزعج جدا سواء لينا كاعلام او حتى كجمهور النادي الاهلي. والكل امبارح حتى على السوشيال ميديا بعد فوز منتخب اولمبيا على غانا 3-2 دايما يعني في وقت الفرحه، لا، كانت في حاله زعل على اصابه حمدي فتحي. وحمدي حتى امبارح كتب على صفحته الشخصيه ان هو ممتن جدا لرد فعل جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر على موضوع اصابته، وان الناس كلها كانت زعلانه وحزينه على موضوع اصابته، وده اداله دفعه قويه ان هو يحاول ان شاء الله الفتره الجايه يرجع بسرعه عشان يكون متواجد في صفوف الفريق. وهنا بقى هقول على جزئيه مهمه بقى، جزء لائحي متعلق بالنادي الاهلي، للنادي الاهلي بيرسم الطريق والكل بيمشي عليه. سبق قبل كده مروان محسن لما اتعور مع المنتخب الوطني، المنتخب او الاتحاد المصري لكره القدم تكفل بمصاريف علاجه، ثم بعد ذلك مع الاتحاد الدولي الاهلي حصل من خلال حقوقه على راتب مروان محسن طيله فتره الاصابه اللي اقتربت من حوالي 9 شهور او حوالي 11 شهر في فتره سابقه. كمان حمدي فتحي امبارح كانت اول مباراه في الاجنده الدوليه ليه مع المنتخب الوطني، ومعنى ان هو موجود في الاجنده الدوليه، وحتى الاتحاد امبارح على الموقع الرسمي كتب ده، يعني كتب ان هو هيتكفل الاتحاد بمصاريف علاجه. هو طبعا جرى العرف ان الاتحاد هو بينشر خبر اصابه لاعب ما بيقولش ان هو هيتكفل بمصاريف علاجه، دي اول مره تحصل على فكره، بس عموما بشكل عام هو هيتكفل بمصاريف علاجه طبقا للائحه وطبقا للعرف المتعلق بالاجنده الدوليه لما بيكون عنده لعيب محترف جاي من صفوف نادي. لكن كمان اتمنى ان شاء الله تكون الاصابه مده قصيره مش مده طويله، لان كمان لو لا قدر الله مده طويله هنخش في نفس فكره مروان محسن في التعامل مع هذا الملف في الفتره اللي جايه، لكن ان شاء الله باذن الله تكون مده قصيره ما تتجاوزش الفتره الطبيعيه المعروفه في غضروف الركبه، وان شاء الله يكون جاهز في المرحله اللي جايه. دي كانت جزئيه بالنسبه لحمدي فتحي وانا بتكلم على موضوع الاصابات والاستعداد للمرحله الجايه. النهارده الاهلي كان بيتمرن تدريب مسائي، وامبارح كان اول تدريب بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبين بعد العوده من معسكر الامارات. تدريب بالفتره الجايه هيكون لفتره واحده يوميا الساعه 4 العصر على ملعب مختار التتش، والجهاز الفني بيفكر في اقامه خوض مباراه وديه في الفتره اللي جايه، لسه ما تحددش طرفها، لكن هيكون مع احد الانديه اللي بتستعد كمان مع النادي الاهلي في الفتره الحاليه بالنسبه لاستئناف الدوري كمان الممتاز بيه شغال، والانديه في الممتاز بيه كلها بتلعب. فعموما هنشوف الجهاز الفني هيحدد طرف المباراه الوديه الفتره الجايه هيكون مع مين. دي المرحله الثانيه في مرحله الاعداد بالنسبه لفريق النادي الاهلي بعد معسكر الامارات. نتمنى نشوف مباراه وديه او اكثر مباراه وديه عشان يقدر الجهاز الفني يعني يتغلب على فكره التوقف اللي جت في التوقيت الحالي، اللي اتمنى يا رب باذن الله ما تكونش سلبيه مع استئناف المشوار، والجمهور والناس كلها مشتاقه تتفرج على الاهلي قوي خلال الفتره الجايه، لان الاهلي بقاله كتير بنتكلم في اكتر من حوالي شهر وما بيلعبش مباريات، ففي حاله اشتياق لدى الجماهير انها تتفرج على النادي الاهلي، مباراه وديه، مباراه رسميه. عموما بعد 25 نوفمبر هتكون عندنا كل ثلاث ايام مباراه، فهيكون عندنا اهتمام كبير جدا بكل مباريات النادي الاهلي. على هامش المران النهارده كان في جلسه للكابتن سيد عبد الحفيظ مع ريني فايلر على ملعب مختار التتش. هذه الجلسه طبعا متعلقه بمرحله الفريق في الفتره اللي جايه، مواعيد التدريبات، المباراه الوديه ممكن تكون يوم ايه، كمان مرحله السفر الى تونس، الجهاز الاداري بدا في استخراج تاشيرات السفر الى تونس وخوض هذه المباراه على ملعب رادس في الفتره اللي جايه. عدد اللاعبين بالتاكيد في هذا المران او في التوقيت الحالي مش هيكون عدد كبير، لان عندنا ما يقرب من حوالي 15 لاعب مش موجودين في تدريبات الفريق الاول، 10 مع المنتخب الاول، 3 مع المنتخب الاولمبي، اليو ديانج مع المنتخب المالي في تصفيات طوكيو، وعلي معلول مع المنتخب التونسي. فبالتالي هيكون في استفاده بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين في التوقيت الحالي، والنهارده كان في شغل تخصصي على الكرات العرضيه في المران.
زي ما قلت لكم في خمس لاعبين من قطاع الناشئين النهارده تصعدوا في تدريبات الفريق الاول في اطار سياسه الجهاز الفني للاستعانه بابناء القطاع خلال فتره التوقف. اللاعبه اللي شاركت من قطاع الناشئين في تدريبات الفريق الاول فارس طارق وعبد الرحمن اشرف الشهير بمانو، صالح نصر، والحارس ايضا رمضان مصطفى ومحمد فخري، وده سبق ليه ان هو تم تصعيده في اكتر من مره في الفترات السابقه وشارك في التدريبات الجماعيه. طبعا عدد كبير جدا الجهاز الفني بيفتقده بالنسبه للاعبين في التوقيت الحالي نتيجه الاجنده الدوليه، بنتكلم في 15 لاعب، يعني بتتكلم في اكتر من حوالي 50-60% من القوام الاساسي لقائمه الفريق. 15 لاعب مع كمان كريم نيدفيد عنده تدريبات تاهيليه، محمود متولي عنده تدريبات تاهيليه، حسام عاشور بينفذ برنامج استشفائي، فداخل في مرحله 18-19 لاعب مش موجودين في المران، فيتبقى كام لاعب معاك؟ بتتكلم في 9 لعيبه او حوالي 8 لعيبه هم اللي موجودين في المران، فبالتالي تم تصعيد 5 من قطاع الناشئين في التوقيت الحالي عشان يتغلب على النقص العددي. وليد ازارو النهارده انتظم في المران، طبعا كان في عدد من اللعيبه بعد معسكر الامارات خدوا راحه سلبيه، في البعض سافر الى بلده لخوض فتره الاستشفاء او الراحه السلبيه في المغرب او حتى نيجيريا بالنسبه لوليد ازارو او جونيور اجاييه، لكن النهارده خلاص الكل بينتظم في التدريبات. وليد ازارو النهارده انتظم في التدريبات بعد عودته من المغرب في الموعد المتفق عليه من الجهاز الفني، وايضا كمان اجاييه انتظم في المران وهيكون موجود ان شاء الله غدا ان شاء الله في التدريبات الجماعيه بعد عودته من نيجيريا لانه كان بيجدد جواز السفر ليه في نيجيريا خلال الفتره السابقه. طيب لمزيد من التفاصيل انا بينضم لي على التليفون زميلي العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي، كان حاضر النهارده تدريب فريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا ادهم. مساء الخير زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. طبعا محتاجين نطمن منك على التمرين، انا قلت كام خبر كده متعلق بالتمرين او الصوره العامه، لكن في تفاصيل جوه التدريب الناس ما بتشوفهاش. شايف الحاله المعنويه، الحاله الفنيه، الجزء الفني اللي بيتم تنفيذه في الملعب، دخلوا في مرحله تقسيم ولا لسه مرحله اعداد بدني وكرات عرضيه جزء تخصصي مش تقسيمه جماعيه كمان عشان في نقص عددي في صفوف الفريق؟ طبعا يا محمد النهارده احنا امام ثلاث مشاهد رئيسيه. المشهد الاول هو المحاضره الفنيه من المدير الفني رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. الحقيقه كانت محاضره فنيه قويه جدا، اكد فيها رينيه فايلر امام اللاعبين على عدم التهاون والالتزام خلال الفتره المقبله، وده بيعكس قد ايه رينيه فايلر مدرك حجم التحديات للنادي الاهلي في الفتره الثانيه من الاعداد، لا سيما ان النادي الاهلي هيبدا مباريات بعد كاس الامم الافريقيه للمنتخب الاولمبي اللي بنتمنى له كل التوفيق في طوكيو في تاهل الاولمبياد طوكيو 2020. هيكون النادي الاهلي مطالب بالاستمرار بالحاله الفنيه الرائعه اللي ظهر عليها في الدوري، وكمان المواجهه الهامه جدا مع النجم الساحلي في اولى مباريات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. المشهد الثاني طبعا هو تم تصعيد مجموعه من الناشئين مع اللعيبه الموجوده، لان في غياب لمجموعه من اللاعبين الدوليين لظروف انضمامهم للمنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. الحقيقه ركز المدير الفني رينيه فايلر على مجموعه من التدريبات الفنيه والخططيه والارتقاء بالحمل البدني، صحيح ما كانش فيه تقسيمه لكن فيه ارتقاء تركيز شديد على الحمل البدني ومجموعه من المهارات الفنيه. الحقيقه من خلال جزئين، الجزء الاول هو ضروره التمرير الكره من الخطوط الخلفيه للاماميه وعدم التشتيت، ولدرجه ان المدير الفني رينيه فايلر وقف التمرين اكثر من مره للتركيز والتشديد على الالتزام بالتعليمات الفنيه. تدريبات تخصصيه يعني يا ادهم؟ تدريبات تخصصيه. نعم. فكره التوقيت الحالي ما فيش مباريات، ففكره انت تشتغل على التخصص وتطور اداء عدد من اللعيبه في التوقيت الحالي. بالظبط، انت امام فرصه اكثر من رائعه للتركيز مع مجموعه من اللاعبين ان هم يفهموا تعليماتك اكثر ويركزوا معاك اكتر ويقدروا يلتزموا بالتعليمات خلال الفتره المقبله. والحقيقه ده سر من اسرار نجاح رينيه فايلر، ان هو بيقدر يدور اللعيبه كلها وبيقدر يستغل امكانيات اللعيبه. الجزء الثاني هو جزء غلق المساحات، وده استمرار لنجاح رينيه فايلر مع المباريات اللي ظهر فيها النادي الاهلي بدءا بمباراه الزمالك في السوبر وباقي مباريات الدوري. الحقيقه كان بيركز عليها على غلق المساحات وعدم فتح المساحات للمنافس وعدم التهاون في الامر ده. الحقيقه عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على ثلاثه من اللاعبين المهمين جدا في فريق النادي الاهلي، طبعا الكابتن كابتن حسام عاشور. الحقيقه النهارده كان في البدايه كان في تمرين او جدل خفيف حوالين الملعب ثم مران قوي جدا مع اللاعبين،
ووليد ازارو عاد للتمرين مره اخرى بعد اجازه صغيره في المغرب، وان شاء الله جونيور اجايب باذن الله هينتظم في التدريب من يوم الاربعاء بعد رحله من الامارات الى نيجيريا ل يعني ان هو يخلص اجراءات جواز سفره ويرجع مره اخرى ينتظم مع النادي الاهلي. الحقيقه منظومه عمل كامله ومبشره، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع بصوره كمان اكثر من رائعه باذن الله مع بدء المباريات المقبله. ادهم، المباراه الوديه هل اتحدد ميعادها او مع مين الطرف في هذه المباراه، ولا لسه لغايه اللحظه دي ما فيش حاجه رسميه؟ لا، لحد اللحظه دي الحقيقه ما فيش حاجه رسميه، كل التركيز على التدريبات. وعايز الفت النظر جماهير نادينا الحبيب واطمنهم ان يوم بعد يوم يا محمد بيظهر فوائد معسكر الامارات. يمكن ناس كتيره اتكلمت عن معسكر الامارات، الحقيقه كسر حاله الملل وتنوع الانشطه اللي كان بيقوم بها لعيبه النادي الاهلي في معسكر الامارات واضحه بلغه الكره يا محمد. لعيبه النادي الاهلي النهارده في التمرين فايقه، عايزه، جعانه كوره، مهتمه جدا، في حاله من الحماس، حاله من التحدي، حاله من الطموح، حاله من الالتزام بتنفيذ تعليمات المدير الفني رينيه بانيا. طب زميلي العزيز ادهم ندر، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والمعلومات، و كلمتنا عن قرب طبعا ماذا يحدث داخل التدريبات في الفتره الحاليه بالنسبه للمرحله القادمه. والجزئيه المهمه اللي قالها زميلنا العزيز ادهم ندى، ان الفتره الحاليه كان مهم جدا ان انت توصل اللعيبه لمرحله ان هي تبقى جعانه كوره، عايزه تلعب كوره، لان كمان فتره التوقف ممكن يكون فيها اضرار سلبيه كتيره. لكن ضغط مباريات في بدايه الموسم، وانت لسه طبعا لسه بتبدا موسم، لكن ضغط مباريات في البدايه، وعشان يبقى عندك ناحيه بدنيه وفنيه عاليه واستعداد للمرحله الجايه اللي هيكون فيها ضغط كبير، محتاج ان انت تتعامل في امور كثيره جدا بعيد عن الامور الفنيه مع اللعيبه في التوقيت الحالي، ان انت تخرج بيهم في معسكر معين لفتره تبعد بيهم عن الاجواء، ترجع بيهم القاهره، تاخد تدريبات ثم مباريات وديه عشان يكونوا جاهزين ان شاء الله لانطلاقه واستئناف الدوري في المرحله الجايه اللي مش هيكون فيها فتره راحه نهائيا. كل 72 ساعه وكل 96 ساعه مباراه في الدوري، مباراه في افريقيا، دور المجموعات ست مباريات. الدوري بالتاكيد اتاخر كتير نتيجه التاجيل اللي حصل في المباريات، فبالتالي هيكون في ضغط في المباريات في الفتره اللي جايه، لان كمان جدول الدوري في المرحله الجايه مش محدد اطراف الفرق اللي هتلاعب الاهلي او باقي المباريات، الا المباريات المؤجله اللي هتتلعب في استئناف الدوري ب 25 نوفمبر. ما بعد ذلك لسه لغايه اللحظه مش واضح بالنسبه للناس، وده جزئيه يعني بنتكلم فيها في حلقات اخرى قادمه، لان ده كمان مرتبط باللوائح والمسابقات وامور كثيره جدا مرتبطه في اداء عمل لجنه المسابقات بالنسبه للمرحله اللي جايه. اكتفي بهذا القدر من فقرة الأخبار اللي كانت مليئة بكواليس وأمور عديدة جدا، وأخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة الحوارية الأولى واللي بيشرفنا فيها الكابتن عبدالله فاروق، وإطلالة خاصة كده عن المرحلة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا حديث مهم جدا عن المنتخب الأولمبي بعد تصدر المجموعة بالفوز بالأمس على غانا 3-2، وحديث مهم جدا عن تصفيات إفريقيا المؤهلة لطوكيو صيف العام القادم. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، اللي بيشرفنا فيها الكابتن عبد الله فاروق لاعب النادي الاهلي واحد المدربين في قطاع الناشئين في مراحل عمريه مهمه جدا بالنسبه لمستقبل الكره المصريه في الفتره الجايه، ومستقبل الكره ايضا في النادي الاهلي بالنسبه للمرحله اللي جايه. كابتن عبد الله منور الدنيا، واهلا بيك، منور قناه الاهلي. حبيبي يا محمد، ربنا يخليك، منوره بيك، وانا مبسوط جدا ان انا جيت معاك تاني النهارده، يعني بفرح جدا لما بشوفك، انت وحشني جدا اقسم بالله. تسلم لي يا رب. الله يخليك. طيب محتاجين نتكلم على المنتخب الاولمبي في الفتره الحاليه، هنتكلم عن الاهلي وهنتكلم عن المنتخب الوطني الاول ايضا، لكن المنتخب الاولمبي لانك سبق ليك قبل كده لعبت في منتخب الشباب اللي كان بيقوده ساعتها الكابتن اسماعيل يوسف في فتره سابقه، وعارف اهميه هذه المرحله والتعامل الجهاز الفني مع لاعبين في المرحله السنيه دي. تعليقك بشكل عام على اللاعبين في التصفيات الافريقيه في اول مباراتين امام مالي وامام غانا، ايه اللي استشفيته، ايه اللي شفته من هؤلاء اللاعبين، ثم هنتكلم بقى في تفاصيل فنيه في المباريات اللي تمت في الفتره السابقه. بص يا محمد، المباراتين اول مباراتين في البطوله الافريقيه باين قوي الروح، يعني روح المنتخب جميله جدا، عاليه جدا. كابتن شوقي والجهاز اللي معاه عامل روح، خالق روح في المنتخب، يعني روح جميله. اللعيبه تحس اللعيبه بتخاف على بعض، اللعيبه في الملعب عندهم روح وقلب ان هم يكسبوا مش طبيعي، يعني حاجه تفرح فعلا، حاجه تفرح منتخب يفرح. اول مباراتين تكسبهم بالشكل دوت، دي حاجه يعني روح جميله، حاجه تفرحك.
ان وانت قاعد بتتفرج كده تحس فعلا ان في منتخب مصر منتخب بلدك بيلعب. تتشرف ان انت يبقى منتخب بلدك او المنتخب الاولمبي بتاع مصر بلدك, دول هم دول يعني هم دول فعلا المنتخب الاولمبي, هم دول روح مصر, روح عندهم روح مش طبيعيه. قلت كده حتى في بدايه الحلقه وانا بتكلم في الانترو, قلت الروح والعزيمه دي فكرتني بالاجيال السابقه وتحديدا جيل 2006 2008 2010 وكان البعض حتى وقتها كان يقول لك الفنيات مش عاليه بس عندهم روح وعزيمه وتحدي. بالظبط ده مخلي منتخب مصر غير كل المنتخبات في الكره الافريقيه. بالظبط هو ده اللي باين دلوقتي برضو يعني مش انا اكيد مش هتكلم على كابتن شوقي فنيا بس برضو الفنيات مش عاليه قوي لكن الروح والعزيمه والاصرار على المكسب لا واضح وباين على اللعيبه في المنتخب. الفريق اجمالا شايفه ازاي سواء جماعيا او حتى فرديا؟ بص من ناحيه فرديا انا شايف رمضان فارق كتير قوي مع مع مع, مع المنتخب. يعني مستر فايرا مع النادي الاهلي حط رمضان في مكان بدا يرجع تاني لمستوى رمضان اللي احنا عارفينه قبل كده, فده المنتخب استفاد منه. انا شايف المنتخب الاولمبي استفاد منه بطريقه كبيره كده. فرمضان فارق مع المنتخب فرديا, رمضان فارق, مصطفى محمد يعني ما شاء الله برده فارق معاهم. اعتقد هما الاثنين دول اكتر اثنين ظاهرين في المنتخب الفتره اللي فاتت. جماعيا مقدمين بشكل كويس يعني برضو الروح كويسه بس في شويه ممكن يكون ضغط يعني ممكن في شويه لعيبه ممكن تكون الضغط الجماهيري عليهم عامل نفسي عليهم, لكن في الحته الجزئيه اللي هي الديفنس في حاجات عايزه تتظبط شويه. يعني في شويه تظبيطات كده لازم تتظبط شويه لان بانت في الماتش امبارح بشكل كبير تجانس محتاج يتظبط شويه يعني الاثنين المساكين محتاج يبقوا فاهمين بعض اكتر من كده شويه, محتاج يبقى قاريين بعض اكتر من كده شويه عشان خاطر بانت قوي امبارح في ماتش غانا. فلو دي اتظبطت هيبقى الشكل احلى بكتير. طيب ايه الجزئيه اللي انت ممكن شايف ان المنتخب بيعتمد عليها لتحقيق الانتصار بخلاف الروح والعزيمه؟ لا الناحيه الفنيه ايه الحته اللي انت شايفها في المنتخب بيستفيد بيها فنيا بشكل كبير؟ زي ما قلت لك الكرات العرضيه المنتخب بيشتغل عليها بشكل كويس, ومصطفى محمد ما شاء الله يعني عنده جامب هايل بيشترك في كل كوره, عنده قلب حديد اللي هو يقدر يخش مع اي حد ما بيخافش. اعتقد ان المنتخب معتمد على دي شويه ومعتمد على رمضان اكتر برده شويه, رمضان بيروح يشتغل واحد ضد واحد كتير وبيشتغل عرضيات كتير وبيلعب مع الناس, فدول اكتر حاجتين المنتخب بيعتمد عليهم الفتره اللي فاتت اللي انا شفته. الجبهه اليسرى في المنتخب شفنا ابو الفتوح مع رمضان, وعايز اتكلم على ابو الفتوح تحديدا لان ابو الفتوح فاكر وقت ما تم اختياره في القائمه المبدئيه لمنتخب مصر اللي هتستضيف بطوله افريقيا السابقه كلها كان ابو الفتوح لسه صغير وما بيلعبش وازاي ما خدش عبد الله جمعه. انا شايف امبارح ابو الفتوح بالاداء اللي بيلعب بيه مع المنتخب الاولمبي ده لو كان موجود في بطوله الامم الافريقيه كان فرق كتير, كان فرق كتير جدا. لا ما شاء الله يعني ظاهر بشكل كويس, الناحيه الهجوميه عنده كويسه جدا, الناحيه الدفاعيه عنده كويسه, بيطلع يهاجم ما بيخافش بيعمل كورسات. اعتقد ان هو يرجع من البطوله دي لازم يلعب في النادي بتاعه لازم بالمستوى اللي هو قدام بالماتش اللي الماتشين اللي فاتوا. لا اداء الهجومي عليه كويس قوي جدا يعني جونين هو عامل كروسين بجونين لمصطفى محمد حقيقي فيعني لا اداؤه هجومي هايل والناحيه الدفاعيه برضه عنده مش وحشه كويسه. فلا يعني لو كان موجود مع منتخب كان فرق معاه اعتقد, عامل جبهه ناريه مع رمضان وسبحان الله في تجانس بين الاثنين. ما انا بقول لك يعني دي بقى ترجع للكابتن شوقي, الروح اللي هو خالقها ما بين اللعيبه عامل تجانس ما بين ابو الفتوح ورمضان مش طبيعي. يعني من ناحيه الشمال عندنا مش طبيعي ما شاء الله, كل دقيقتين في هجمه من ناحيه الشمال سواء من ابو فتوح او من رمضان, فعاملين شكل كويس في المنتخب عكس ناحيه اليمين. ناحيه اليمين بقى اقل شويه, الشغل عليها قليل شويه اقل شويه بسبب ايه؟ انا مش شايف مثلا في هاف قدام كريم العراقي. بالظبط صح يعني صلاح بيخش جوه كتير مبقاش في هاف, فكريم العراقي بيبقى لوحده في الناحيه دي, فاكيد مش هيقدر يكمل 90 دقيقه بنفس المستوى بنفس الاداء فبتبقى اقل شويه. لكن تعالى ناحيه الشمال هتلاقي ابو الفتوح ورمضان على طول متواجدين, ده بيطلع ده بيروح ده بيقف مكانه, فمتفاهمين ومتجانسين مع بعض, فناحيه الشمال بتبقى اقوى شويه. ناحيه اليمين محتاجه هاف. امبارح لما نزل عبد الرحمن مجدي لقينا في برضه هجمات من ناحيه اليمين مش وحشه يعني عبد الرحمن حسينا بالفرق لما نزل عبد الرحمن لما عبد الرحمن نزل حسيت بفرق, لقيت كريم بيزيد عبد الرحمن موجود معاه بيعملوا شغل من ناحيه اليمين, فمحتاج هوف ثابت يشغل كريم العراقي شويه. طيب الدفع عبد الرحمن مجدي والدفع باحمد ياسر ريان والدفع بامام عاشور تمام, الثلاث تغييرات امبارح كان لهم نصيب ونسبه كبيره جدا في الاداء الهجومي
ومنتخب مصر قلب النتيجه بعد ما كان خسران 2-1 ل 3-2. حتى هدف المكسب احمد ياسر ايام في الدقيقه 88 كان تغيير برضو في اللحظات الاخيره. الكابتن شوقي اعتقد بعد المباراتين ابتدى يشوف ان في عناصر او في شكل ممكن يكون افضل من الشكل اللي بدا بيه البطوله. ده بيبان. تتفق معايا في ده؟ اه طبعا بيبان في يعني بيبان في ماتشات. انا ممكن ببدا البطوله بشكل واثناء سير البطوله بغير الشكل، شايف ان الشكل مش مناسب، الشكل ممكن اغير الشكل هيبقى احسن. زي ما امبارح عمل، نزل احمد ياسر ريان بقى بيلعب بفرودين، فكروسات كتير بتعمل، الاوفرات اللي بتاع يعني الكورنر اللي عمله رمضان عمله بشكل هايل، طلع احمد على حتى بدماغه يعني بشكل احسن يعني. فاثناء سير البطوله او اثناء سير المباريات عامه بتغير يعني بتغير الشكل، مش لازم تثبت على شكل معين. طيب النهارده الكابتن شوقي غريب عمل محاضره فنيه مع اللعيبه، يمكن انا بتكلم معاك، التمرين بدا حوالي الساعه 8، بدا حوالي من ساعه الا ربع، واتكلم مع اللعيبه عن اهميه الفوز في مباراه الكاميرون وتحقيق العلامه الكامله. انت كسبان مباراتين وعامل 6 نقاط متاهل تمام، سواء اول او ثاني، لكن ايه فكره ان يوصل رساله للعيبه لازم تكسب الكاميرون ولازم تعمل 9 نقاط؟ دي يعني اولا طبعا لازم يصعد اول عشان نصعد البطوله على طول من غير اي ماتشات تحسم البطوله، لان انا لو صعدت تاني هلعب مع المركز التاني هناك ثالث ورابع، هلعب مع الثالث ورابع على اللي يصعد. فانا لو صعدت اول هصعد على طول لاولمبياد طوكيو. لا لو صعدت اول لسه هسيب فاينل، بس انت هتلاعب فريق في المستوى الفني. انا بتكلم على الصعود للاولمبياد. ما صعود الاولمبياد بعد السيمي فاينل. بعد السيمي فاينل مش من المجموعه. طيب ماشي، يعني هلاعب فريق اقل. اقل اقدر اصعد. فدي هتبقى ميزه. ثانيا يعني انا بلعب، انا منتخب مصر وبلعب في بلدي ووسط جمهوري فده الطبيعي ان انا لازم اكسب، لازم احقق العلامه الكامله. ده طبيعي، ده لازم يبقى عند كل واحد من اللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي جواه ان انا لازم اكسب. انا بلعب في ارضي، بلعب في ملعبي، بلعب في بيتي. ما ينفعش حد يخش بيتي ياخد حاجه ويخرج وانا اسيبه. لازم ابقى عندي قلب وعندي روح ان انا في بيتي ما فيش حاجه تخرج مني، لازم اخد 9 نقاط. فدي تبقى يعني حاجه كويسه جدا من كابتن شوقي، ميزه 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 كبيره جدا يعني. لازم اللعيبه تبقى حاطه في اعتبارها الكلام ده. طيب في جزئيه مهمه كمان، انت ممكن تكسب الثلاث مباريات 9 نقاط، ومش عايز اقول ده حصل مع المنتخب الاول وخرج من دور ال 16، بس برضو اللعيبه لازم تبقى عارفه جزئيه مهمه جدا، انت بتكسب الثلاث مباريات بتسع نقاط عشان تصدر المجموعه وتصدر للمنافس اللي انت جاي عايز تكسب، بس مش مقياس للفرقه ان مرحله الدور نصف النهائي هتبقى سهله. لا طبعا. صح؟ لا طبعا، لان ده حصل مع المنتخب الاول للاسف. ما ده حصل مع المنتخب الاول، لكن مش لا يعني لازم ابقى عارف ان انا بلعب على انا خلاص صعدت، فعندي ماتش السيمي فاينل ده اهم من الثلاث ماتشات بتوع المجموعه. يعني انا الحمد لله ربنا كرمني كسبت ماتشين خلاص انا كده صعدت. عندي ماتش الكاميرون ماتش مهم برضه ولازم اكسب، بس انا عندي ماتش اهم اللي هو بتاع السيمي فاينل اللي هيصعدني للاولمبياد، فده لازم من دلوقتي تركيزي في ماتش الكاميرون. اول ما ماتش الكاميرون يخلص لازم تركيزي يبقى على طول في ماتش السيمي فاينل اللي دي الخطوه الاهم ايا كان مين هلعبه، ايا كان المنتخب اللي هلعبه قوي ضعيف اقل مش اقل، لازم يبقى تركيزي من بعد مباراه الكاميرون على طول على السيمي فاينل، دي الاهم، دي اللي هتصعدني، دي اللي هتخليني اخد البطوله هنا في مصر. هي صح، مرحله النصف النهائي هتاهلني لطوكيو وتوصلني فاينل. بالظبط، وانا بقول لك على بلعب على ملعبي، بلعب في بلدي والجماهير يعني ما شاء الله ما اعتقدش ان هي مش مقصره مع المنتخب. يعني الاستاد امبارح كان مليان بشكل كويس. فالجماهير مش مقصره، خاصه ان هي مرحله سنيه ما بيحضرش فيها جمهور كامل يعني. خالص ما بيحضرش فيها جمهور كتير يعني. في ناس تقول لك لا ده مش المنتخب الاول اهم مش لا يعني لا، بس الشكل دلوقتي احسن بكتير. ناس الجماهير كتير بتروح، الاستاد بيبقى مليان، الشكل بيبقى حلو. امبارح بعد جون رمضان فرحه مش طبيعيه الجمهور، انا سمعت صوت يعني وانا قاعد بتفرج جسمي اشعر من الجماهير. فدي حاجه يعني حاجه جميله لازم تبقى حاططها في اعتباراتك ان انت ان عندك الناس وراك بتيجي كتير، فلازم افرح الناس دي، لازم الناس دي ما تروحش زعلانه. اللعيب في السن ده بيحس بايه؟ يعني انت سبق ليك لعبت مع منتخب الشباب مع كابتن اسماعيل يوسف، واكيد لعيب صغير في السن يعني اكيد بتسال بتشوف بتتابع. اللعيب في المرحله السنيه دي بيفكر ازاي او بيحس ازاي بكل الاجواء اللي حواليه؟ بص، في بتبقى يعني عقليات، الطبيعه بتختلف من لاعب للتاني. بالظبط، كل واحد ليه عقليته. انا عندي هدف يعني، انا في السن ده
عندي هدف ان انا العب في فرقتي اساسي واحترف بره. في واحد تاني ما عندوش نفس الهدف، عنده عايز يوصل خلاص للمكانه اللي هو وصل لها وخلاص. فدي بتبقى عقليات، كل واحد وعقليته، كل واحد والمنتاليتي بتاعته. انا لما بقى عندي هدف ان انا عايز اعمل كذا بهعمل، ده تفكيري، هقعد مركز، هقعد افكر في الماتشات، هقعد اعمل لحد ما اوصل للهدف بتاعي. في بعض اللعيبه ما بتبقاش عندها نفس الهدف فبتكتفي باللي هي فيه. انا منتخب اولمبي ومش عارف بيكتفي. طب ده لو اللعيبه حست بيه جوه المعسكر، يعني في لعيبه مركزه وعندها طموح وشايفه في واحد او اتنين يعني متساهلين شويه او القصه بالنسبه لهم، واكيد ده ممكن يحصل في اي معسكر. اكيد اللعيبه بتقفل على بعضها او بتتعامل مع بعضها ازاي؟ ده بيبقى دور بقى رمضان، دور كابتن الفرقه طبعا. كابتن الفريق احنا يعني على طول بنبقى عارفين كابتن بالظبط، يعني احنا على طول بنلم بعض. اول ما بحس ان في معسكر ماتش مثلا بلاقي حد بيهزر، حد بيضحك بتاع، لا كابتن الفريق يروح جاي عامل اجتماع للفرقه، لا ده نركز عندنا وعندنا وعندنا. ابدا افكر الناس اللي هي مش مركزه او ان هي فاكره ان هي مثلا ماتش سهل، او لا ابدا افكر، ابدا اتكلم، لا نركز عندنا ماتش، اللي مش في مركز في الماتش يبدا يركز من دلوقتي، عندنا حاجه مهمه بكره، لازم نفرح ناس، لازم نعمل، لازم نكسب، احنا في ملعبنا. فده بيبقى دور كابتن الفريق غير دور كابتن شوقي والجهاز اللي معاه شيتوس ومحمد شوقي وكابتن معتمد، يعني غير الدور دول. ميزه في الجهاز ان الكابتن شوقي سبق ليه ان هو درب مراحل سنيه زي دي، ودي مدياله خبرات اكيد من سنين، بل بالعكس ده المساعدين اللي معاه في الجهاز هو اصلا مررهم لما كانوا في المنتخبات الصغيرين قبل بالظبط. كمان شيتوس وشوقي مروا بالمراحل السنه دي وكانوا لعيبه منتخبات اكتر من لعيبه انديه في الاول طبعا، فعارفين الجو في التوقيت ده وازاي يتعاملوا مع لاعبين صغيرين في المرحله دي وازاي يحطوا لهم طموح بالنسبه للمرحله دي. وسنهم مش كبير، وشيتوس وشوقي ده لسه مبطلين قريب بالظبط، فهتلاقيهم موجودين في الملعب، يعني هتلاقي اعتقد ان هم هيبقوا موجودين في الملعب مثلا واخدين دور كبير بالظبط في تقسيمه مثلا، بينزل يلعب مربعات مع الاولاد، فده بيقرب الجهاز الفني من اللاعبين. يعني دور شيتوس وشوقي مقرب الجهاز الفني بشكل كبير جدا مع اللعيبه، بتنزل تلعب معاهم، بتعرف تفكيره، بتنزل لتفكيرهم، بتعرف بيفكروا في ايه، بيتكلموا في ايه، فدي بتبقى ميزه كبيره، بتعرف تسيطر على اللعيبه، يعني بتعرف هم عايزين ايه وانت بتبدا تشتغل عليه، فاهم؟ فده دي الميزه اللي في الجهاز الفني، ان عندي اثنين لسه مبطلين وسنهم مش كبير، فبينزلوا لتفكير اللعيبه، عارفين اللعيبه دي بتفكر في ايه، عايزه ايه، محتاجه ايه، فده يعني مهم جدا. طب ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك امبارح في المباراه؟ ده الروح ورد فعل كابتن شوقي. ورد فعل كابتن شوقي طبعا، شايف ازاي؟ يعني انا اول مره اشوفه في الحاله دي على فكره بالظبط. يعني كابتن شوقي كان ليه خبرات طويله ودرب انديه ودرب منتخبات سنين طويله طبعا، وعنده خبرات كبيره جدا وان شاء الله يوفق مع المنتخب، لكن يا رب ان شاء الله. انا اول مره اشوفه مضغوط بالشكل ده، يعني زي ما قلت لك البطوله في ملعبي، البطوله في بيتي، والناس كلام الناس كتير، يعني انا لا ده منتخب في المباراه الاولى كان الاداء الفني مش ما كانش عالي قوي، فاعتقد ان كلام الناس كان كتير قوي في الفتره اللي فاتت، لكن بعد الاداء بتاع امبارح بتاع ماتش غانا اعتقد ان هو رد فعل طبيعي من كابتن شوقي، ان هو يعني دموع حتى متضايق شويه من الكلام اللي اتقال، طب اصبروا شويه يعني نشوف البطوله، فيعني كان لافت النظر حتى مع المنتخب، كان لافت، كان موجود قبل كده في 2001 في الارجنتين وسبق ليه دخل في غمار منافسات حتى بعد مباراه الارجنتين 7-1 ما كانش بالحاله دي، لكن امبارح بشوفه حتى بيعيط وهو بيستقبل مصطفى محمد بعد التغيير، حتى الحضن يعني حضن مصطفى محمد بدموعه باين قوي التاثير الكلام الناس عليه، اللي هو يعني لا المستوى الفني قليل، لا بس انا اثبت لكم ان المستوى كويس، في روح، في عزيمه، في اصرار ان انا ابقى خسران واحد واتعادل وخسران 2-1 واتعادل واكسب، لا في شغل باين وفي اصرار، فاعتقد ان هو رد فعل طبيعي يعني من كابتن شوقي. احمد ياسر الريان امبارح لما نزل في اخر 10 دقائق 12 دقيقه جاب هدف المكسب في الدقيقه 88، تتوقع ان ممكن الفتره الجايه يكون في تغيير في التشكيل والعناصر اللي نزلت امبارح واثبتت وجودها تبدا المباريات اللي جايه؟ لا انا يعني هو اعتقد ان كابتن شوقي شايف بشكل احسن مننا كلنا طبعا، لكن هو شايف ان التشكيل ده هو الانسب في بدايه المباراه، ولما بحتاج احمد ياسر بنزله، لما بحتاج عبد الرحمن بنزله، ورقه رابحه يعني بالظبط، يعني لما بينزلوا وبعدين هو يعني واضح ان هم قاعدين على الدكه مركزين، عارفين هم نازلين عايزين ايه، هيعملوا ايه. عبد الرحمن لما نزل عمل شغل كويس واشتغل بشكل كويس جدا، احمد ياسر لما نزل مركز عارف هو عايز ايه واشتغل وجاب جون المكسب،
فلا يعني ما اعتقدش ان هو ممكن في الماتش الكاميرون يبقى فيه تغيير او تغييرتين او ثلاثه يعني خلاص احنا صعدنا وبتاع ممكن يبقى فيه تغيير او اثنين راحت اللعيبه يعني اه بالظبط ممكن اريح اللعيبه او اثنين لكن ما اقدرش اغير شكل الفرقه خالص. طب حتى على مستوى خط الدفاع تتوقع يكون في تغيير حتى في الدفاع الفتره الجايه؟ لا يعني الدفاع ما اعتقدش هو ممكن يغير واحد من نص الملعب او واحد من قدام خصوصا انا عارف ان عمار خد انذارين فمش هيلعب ناصر اتصاب فهيبقى في واحد ثالث ده المكان ده تحديدا كل اللعيبه اللي في المكان ده مش موجود حاجه غريبه مش موجوده نظر اتصاب وعمار خد انذارين خد الانذار الثاني امبارح واحمد حمدي قبل البطوله مش موجود واحمد حمدي قبل البطوله ومحمد محمود الصليبي الثاني يعني لا في المكان ده شكله كده في حاجه مش طبيعيه حاجه مش طبيعيه بالمنتخب. طب ايه الشعور اللي سيطر عليك امبارح بعد مباراه جامد؟ لا يعني حسيت فعلا يعني حسيت ان انا فخور فعلا بالمنتخب المنتخب الاولمبي بتاعي المنتخب الاولمبي بتاعنا حاجه كويسه عنده روح عنده ميزه وروح واصرار وعزيمه انا ما شفتهاش بصراحه مع المنتخب الاول في بطوله افريقيا اللي هنا ده اللي فرق خلت الناس حتى مبسوطه بالظبط خلت الناس كلها بتتكلم ان في روح في عزيمه في اصرار في اللعيبه جوه الملعب بتموت نفسها عشان خاطر تكسب فده يعني انا حسيته في اللعيبه ما شفتوش مع المنتخب تخيل بقى رمضان ده كان موجود في كاس الامم بالظبط يعني رمضان ومصطفى محمد وقلنا كلنا واحمد ابو فتوح دول لو موجودين هتلاقي يعني اعتقد ان كان الشكل هيبقى مختلف يعني. اكيد طبعا. طيب القرعه خدمت مصر بمواجهه مالي في الاول المباريات طبعا ان كل كان بيرشح ان مالي توصل النهائي على فكره انا عارف بس لا يعني مالي كاسم اقل شويه من الكاميرون ومن غانا اقل من مصر طبعا الافتتاح فرق معاها يعني اداهم نسبة قلق شوية من المنتخب الجماهير اللي كانت موجودة برضو اداتهم نسبة قلق شوية اللعيبة في بداية الماتش وصلت القلق ده للمنتخب مالي فقدرت تسيطر على الماتش يعني ربنا كرمنا بالجون والحمد لله وكسبنا الماتش. انا ملاحظ حاجة غريبة شوية ان الناس ما اتفرجتش على كل المنتخبات او اللعيبة اللي في المنتخبات دي كويس لان انا ملاحظ ان الكل بيتكلم حتى فنيا على البطولة ديت ان الناس بترشح المنتخبات بناء على الاسم يعني كل قال لك مالي فرقه قويه ومرشحه توصل طوكيو وتلعب في النهائي مالي خرجت من التصفيات خلاص الناحيه الثانيه برضو نفس الامر فريق كوت ديفوار كل قال لك كوت ديفوار عندها امكانيات وقطاعات ناشئين الفتره الاخيره وامكانيات متميزه جدا خسرت يعني خسرت النهارده من جنوب افريقيا وفازت على نيجيريا بركله جزاء التقييم بقى بناء على اسم المنتخب مش بالمستوى الفني ما يعني لعيبه المنتخب ما بتبقاش متشافه كتير فانا بقيم على اسم المنتخب منتخب مصر انا منتخب الكاميرون فالتقييم بقى على الاسم في المنتخبات الاولمبي والشباب وفي المنتخبات الصغيره دي بيبقى اعتقد ان التقييم بقى على الاسم لان اللعيبه ما بقاش بتشافها بشكل كويس زي المنتخب الاول بعدين تيم مش معروف قوي ممكن في ناس غايبه لكن معروف من زمان المنتخب غانا عنده يعني قطاع ناشئين كويس جدا بس امبارح شفنا جيل امبارح يعني اللعيبه عندنا الروح والاصرار سيطرت على منتخب غانا قلقت منتخب غانا شويه في جزئيه كمان مهمه قوي الناحيه البدنيه انا امبارح المنتخب الغاني في الشوط الثاني وقع بدنيا المفروض الكره الافريقيه او المنتخبات الافريقيه اكتر حاجه بتميزها الناحيه البدنيه طبعا غير امبارح بدنيا مش معقوله ما وقعوا كانوا واعيين باينين في اخر الشوط الثاني كانوا واعيين بدنيا المنتخب عندنا ما شاء الله واضح ان هم واقفين على رجلهم كويس لحد الدقيقه 94 بيجروا وشغالين كويس البدني بتاعهم هايل يعني دي علامه استفهام فعلا ان منتخب غانا بدنيا يقع يعني معروف المنتخبات الأفريقية عامة الناحية البدنية عندهم أعلى من هنا من عندنا أعلى خاصة من منتخبات غرب أفريقيا كاميرون غانا السنغال نيجيريا المنتخبات دي لكن علامة استفهام امبارح إن منتخب غانا إن يقع في البدني في الشوط الثاني لا دي يعني كانت واضحة وباينة يعني إن إحنا منتخبنا كان أعلى من منتخب غانا في الناحية البدنية. طيب كنا لسه بنتكلم دلوقتي على مركز صانع الالعاب وقلنا عمار حمدي غايب انذارين وكان ناصر ماهر اتصاب واحمد حمدي ما كانش موجود ومحمد محمود هذا المكان تحديدا مش هيبقى موجود بكره حد فيه ممكن يكون ده سبب ان الكابتن شوقي خلال المباراتين اللي فاتوا غير طريقه اللعب ابتدى يعتمد على الاطراف اكتر ممكن في الماتش الجاي يغير يعني ممكن يلعب بديفندارين ويلعب بثلاثه وقدامه فيرويد يعني ممكن لان المكان ده يعني مش لاقي حد فيه يعني في ناس كتير قوي اتصابت وناس اتوقفت وعناصر مهمه جدا طبعا فرقه مع المنتخب وفرقه مع الفرقه بتاعتها فاعتقد ان ممكن يغير الماتش الجاي يبدا يلعب بطرفين صراح عبد الرحمن بقى ورمضان ويلعب بفيرود تحتي واحد يعني ده ممكن نشوفه الماتش الجاي كمان طاهر محمد طاهر وطاهر
غيابه برضه مؤثر جدا، غيابه مؤثر جدا، فرود او طرف كان طبعاً مهم جدا طبعا، لعب كويس جدا وكان هيفرق جدا مع المنتخب الاولمبي. بس اعتقد اللي موجودين يعني الحمد لله سيد الدين مكان طاير شويه يعني، فبس هو لعب طبعا مهم جدا ومؤثر جدا مع المنتخب الاولمبي، لو كان موجود كان هيفرق كتير مع بس المنتخب. واضح ان الجيل ده كابتن عبد الله لا جيل مميز يعني، حتى بيفكرني بالجيل بتاع 2001 و2003 اللي بعد كده حتى اتبنى عليه شغل 2006 لغايه 2010 بالظبط. يعني جيل مميز بس محافظ عليه، جيل 2001 2003 و2001 وفي جيل يعني وجيل بتاع متعب 83 ده برضو كان باين في منتخب في بطوله افريقيا والمنتخب اللي بتاعهم، واتبنى عليه زي ما انت قلت المنتخب 2006 و2008 و2010 معظمهم كانوا من جيل بتاع متعب. اعتقد ان الجيل ده برضو هيكمل المسيره دي يعني، هيبقى زي الجيل كده متعب بالظبط يعني، مع فيهم عناصر كويسه جدا، فيهم لعيبه كويسه جدا هيفرقوا مع المنتخب الاول الفتره الجايه. المنتخب ده لو راح طوكيو باضافه ثلاث لاعبين انت من فوق 23 سنه في الدوره الاولمبيه ممكن يروح لمسافه ابعد، ولا بلاش نتكلم على المرحله دلوقتي لما يتاهل قوي يعني. بس انا عندي احساس ان الفرقه فرقه تقيله، بس فرقه تقيله وعندهم الروح وعندهم اصرار ان هم يعملوا حاجه. فلو ربنا كرمنا ان شاء الله وتاهلنا، لا انا يعني احساسي ان هم يقدروا يعملوا حاجه ويوصلوا لمكان ابعد في اولمبياد طوكيو. خبرات الكابتن شوقي ممكن توصل المنتخب ده لمرحله ابعد؟ طبعا طبعا. كابتن شوقي زي ما انت قلت في الاول، منتخبات اولمبي، منتخبات شباب، منتخبات ناشئين، منتخب اول، مسك منتخب اول فعنده من الخبرات ان هو ياخد المنتخب ده لمكان احسن بكتير من اللي هو فيه موجود فيه دلوقتي. طيب الصعود لطوكيو بعد المستوى اللي انت شفته لغايه دلوقتي سهل ولا صعب؟ بالاداء والروح والعزيمه بتوع امبارح ومستوى البطوله بشكل عام سهل سهل سهل. يعني هو مفيش حاجه سهله، مش هتيجي الا بالشغل، مش هتيجي الا بالروح والعزيمه والاصرار اللي احنا شفناه امبارح. لو العزيمه والاصرار دول موجودين الماتشين الجايين او الثلاثه اللي جايين، انا هاخد البطوله دي وهصعد طوكيو. لو العزيمه والاصرار والروح والقلب اللي كانوا موجودين امبارح موجودين الفتره الجايه، لا هاخد البطوله وهصعد طوكيو. طب البطوله لو مش على ارضنا كنا على نفس الشكل نفس المستوى ده، ولا عامل الارض مرجح كفه منتخب مصر؟ يعني شويه مش كتير مثلاً. لا مش نسبه كبيره يعني، هو عامل الارض مش نسبه كبيره، لكن الاداء اللعيبه في الملعب لا يعني فارق يعني. لو كان البطوله في اي مكان تاني لا كنا ان شاء الله برضو كنا هنعمل ماتشات كويسه وكنا هنصعد وكنا هنكسب. زي ما بقول لك، طالما اللعيبه عندهم الروح والاصرار والعزيمه ان انا اكسب خلاص هكسب. طيب المستوى الفني للبطوله يعني مقارنه منتخب مصر بالمستوى الفني للبطوله، عندك الكاميرون وغانا ومالي في مجموعات، المجموعه الثانيه فيها نيجيريا، فيها كوت ديفوار، زامبيا، جنوب افريقيا. احنا اقوى ولا في منتخبات في المجموعه الثانيه برضو قويه؟ انا شايف انا شايفه دلوقتي ان احنا منتخب مصر اقوى منتخب في الثمانيه في الثمانيه اللي موجودين فنيا وبدنيا اللي انا شايفه. لكن ما اعرفش الفتره الجايه ممكن بيحصل ايه، لكن اللي انا عارفه ان في انديه ما رضتش تبعت اللعيبه بتاعتها المنتخبات الافريقيه قالوا لا منتخب اولمبي لا مش هنبعت، فممكن ده يكون مؤثر شويه عليهم. لكن اللي انا شايفه دلوقتي منتخب مصر فارق عن المنتخبات اللي موجوده كلها يعني اعلى منه. اكبر دليل على كلامك حتى النتائج النهارده بتتلعب في المجموعه الثانيه، يمكن جنوب افريقيا فازت على كوت ديفوار 1-0، بقت جنوب افريقيا عندها 4 نقط وكوت ديفوار 3 نقط بعد الفوز على نيجيريا. فجنوب افريقيا 4 نقط، كوت ديفوار 3، زامبيا ونيجيريا المفروض بيتلعب في التوقيت الحالي. المباراه 1-1 انا كان 1-1 الشوط الاولاني خلصان الشوط الثاني 1-1 نيجيريا حامل اللقب، لو خلصت المباراه كده هتبقى نقطه واحده بس، زامبيا هتبقى نقطتين، فبتتكلم 4 نقط 3 نقط نقطتين نقطه، فالمستوى متقارب بالظبط. المستوى يعني المستوى في المجموعه الثانيه اقل شويه من الموجود، حتى نسبه الاهداف اقل بالظبط من المجموعه اللي فيها مصر. المجموعه اللي فيها مصر يعني زي ما بقول لك هي مصر فرقه، فعشان كده كسبانه 6 نقط، عندها 6 نقط، كسبانه ماتشين مأديه بشكل كويس، فلا يعني منتخب مصر فارق الفتره دي عن المنتخبات الثمانيه اللي موجودين. طيب سؤال بقى مهم جدا متعلق بالمرحله دي، النتاج اللي احنا فيه ده او الشكل اللي فيه المنتخب ده نتاج قطاع ناشئين ولا اللعيبه دي عشان كلها بتلعب في الانديه في الفرق الاولى، ده النتيجه اللي احنا شايفينها؟ ده اولا قطاع ناشئين، قطاع ناشئين كويس، اشتغلوا كويس من تحت، طلعوا من تحت كويس، ومزود عليه ان هم بيلعبوا مع الانديه بتاعتهم، الفيرست بتاعهم، الفريق الاول بتاعهم بيلعبوا، فواخدين الخبرات، فعشان كده شايف الشكل ده. لكن في الاساس قطاع الناشئين كان شغالين عليه كويس من تحت. ف يعني من الاساس قطاع الناشئين الاساس
طبعا قطاع الناشئين. طب لو كان الاساس قطاع الناشئين بس لعبت ما لعبتش في الفريق الاول، اعتقد ان هم كان هيبقى في شويه رهبه، في شويه خوف من الجماهير، شويه بالظبط هتبقى الثقه اقل شويه. لكن هم عشان في لعيبه كتير لعبت ولعبت مع الانديه بتاعتها بجمهور ولعبت في افريقيا، فعندهم الثقه في نفسهم. اكبر دليل كمان على كلامك يا عبد الله، احنا بنتكلم عن نجم المباراه امبارح كان مين؟ رمضان. رمضان صبحي اخر 3 4 سنين من 2015 تحديدا نسبه مشاركته مع الاهلي في البطولات الرسميه ومع المنتخب الاول كانت نسبه كبيره طبعا، فلسه مش محتاج يتعرف ولا تشوف خبرات ولا لا. وبعدين بقى له كتير يعني ما شاء الله بقى له كتير، وبعدين سافر بره لعب احترف بره واحترف في انجلترا ولا يعني ما انا بقول لك الثقه يعني عشان لعب، عشان لعب وهو صغير والثقه بتاعته موجوده. بيلعب مش خايف، مش قلقان من الجمهور، بالعكس ده هو بيحفز الجمهور. ده لما جاب الجون التاني هو حافز الجمهور بطريقه مش عارف بالظبط. رد فعله كان عالمي. انا كنت خايف عليه اقول لك رد فعله كان عالمي. فلا يعني في لعيبه كتر اللعيبه اللي لعبت عندها ثقه في نفسها، عندها ثقه ان هي هتكسب، فده فارق طبعا. التجميع اللي عملها كابتن شوقي دي ممكن تكون خدت منه وقت ولا حظه كويس ان التيم ده كله بيلعب في الدوري فمتشاف بالظبط؟ هو دي يعني ما خد يعني ما اعتقدش ان هي خدت وقت، لان كلهم بيلعبوا كله بيلعب مع الانديه بتاعته، كل واحد في المنتخب الاولمبي بيلعب مع النادي بتاعه فريق اول، ممكن واحد او اثنين اللي ما بيلعبوش، لكن بقيه الفرقه كلها بتلعب، فكان الامور سهله بالنسبه له شويه، اسهل شويه بالنسبه له. طيب الجزء الاهم كمان مباراه الكاميرون. الكاميرون منافس قوي، وحتى في المباراتين السابقتين حتى اتعادل مع غانا بس كان هو المتقدم. مباراته مع مالي كان هو الاعلى وكسب. هل تتوقع الكاميرون في مباراتها مع مصر هتفكر في الترتيب في المركز ولا هي خلاص عايزه توصل سيمي فاينل، فعلى الاقل على الاقل يكفي التعادل؟ لان لا قدر الله او مش يعني لا، مصر لو كسبت الكاميرون ولو غانا كسبت مالي نسبه الاهداف ممكن تصعد غانا مكان الكاميرون. فبرضه الكاميرون لسه نسبه تاهلها مش 100%. لا الكاميرون ما اعتقدش ان الكاميرون هتنزل تفكر في تعادل، او لا الكاميرون هتنزل تفكر في مكسب. انا عايز اكسب، عايز اصعد اول عشان الاعب الضعيف في المجموعه الثانيه بالظبط. ما كل فرقه هتفكر في كده، انا عايز اصعد أول عشان الاعب الفرقه الاضعف شويه في المجموعه الثانيه عشان اصعد لطوكيو. فاعتقد ان الكاميرون هتنزل بالقوه الضربه بتاعتها، مش يعني ما اعتقدش ان هي هتعمل هتغير او هتفكر في اي حاجه غير المكسب. عارف كمان في جزئيه مهمه، كون ان مصر لازم تكسب، لان انت لو كسبت وطلعت اول مباراه السيمي فاينل على استاد القاهره المباراه الثانيه هتبقى في استاد السلام. تمام، فمهم جدا تلعب مباراتك في استاد القاهره في ملعبك في الملعب اللي انت متعود عليه، في الملعب اللي انت لعبت عليه اكبر كثافه جماهيريه. بالظبط، اكبر كثافه جماهيريه زي ما انت بتقول. فمهم جدا ان انا اكسب الماتش الجاي، لان الكاميرون هتنزل عايزه تكسب. فلازم انا اقابلها بنفس القوه ويمكن اقوى كمان، لازم انزل ابين لها ان انا عايز اكسب واكسب الماتش عشان العب سيمي فاينال على ملعبي، والعب الفاينال ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكسبه، والعب الفاينال على ملعبي برضه. فدي هتفرق يعني، لازم انزل ابقى مركز قوي ان انا اكسب. تمام. طيب في جزئيه متعلقه بقى بفكره الاسماء الرنانه اللي كانت في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي وازاي المنتخبات استفادت بيها. لو بنتكلم من الاول جيل 2001 كان وائل رياض شيتوس وكان محمد شوقي وكان احمد ابو مسلم، الجيل اللي جه بعد كده الاهلي في قطاعات الناشئين بعد 2001 جيل 2003 احمد متعب، وكان في شريف اكرامي. شريف اكرامي تمام. جيل 2005 حسام عاشور كان هو كابتن ساعتها منتخب الشباب اللي كان بيقوده كابتن محمد رضوان. فبنتكلم عن عاشور، بنتكلم عن الشناوي، بنتكلم عن اكرامي. نعم بالظبط، بنتكلم عن الاجيال السابقه، رمضان صبحي دلوقتي، كريم نيدفيد قبل كده. الاسماء الرنانه دي دورها في المنتخبات ازاي حتى مع اللعيبه اللي بتبقى لسه جايه او بتلعب في انديه اقل جماهيريه او اقل حتى في المستوى الفني؟ بص الحمد لله رب العالمين، طول عمر النادي الاهلي بيغذي المنتخبات والانديه كلها، انديه مصر كلها باللعيبه بتاعته. يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما شاء الله بيغذي كل الانديه اللي موجوده في مصر والمنتخبات. ده حقيقي. يعني انا لما كنت في المنتخب بتاعي منتخب الشباب كنا 9 لعيبه من النادي الاهلي، من النادي الاهلي في التشكيل الاساسي. مش مثلا في 2 لعيبه بيلعبوا والباقي لا، كنا 9 لعيبه من النادي الاهلي في التشكيل الاساسي، وكان المدير الفني بتاعنا كابتن اسماعيل يوسف نادي الزمالك. فيعني طول عمرنا كده، طول عمر النادي الاهلي كده زي ما انت قلت برضو شيتوس وكان وشوقي ساعتها، وكان يعني كان جيل كان برضو اعظم معظمهم حوالي 5-6 من التشكيل الاساسي النادي الاهلي. مظبوط. جيل متعب نفس النظام، عاشور برضو جيله نفس النظام، يعني الجيل بتاعنا احنا كان الشناوي وكان عندنا برضو هذا جيل عاشور، كان عاشور وشيكابالا وعبد الله الشحات وعبد الله السعيد. ايوه بالظبط. الجيل بتاعنا كان احنا كان الجون الاساسي محمد الشناوي والجون الاحتياطي احمد عادل عمنا، الاثنين بتوع النادي الاهلي. يعني المنتخب الجونين بتوع النادي الاهلي الاساسي والاحتياطي. الاساسي والاحتياطي الشناوي واحمد عادل، واحمد عادل
فطول عمر النادي الاهلي بيغذي المنتخبات وبيغذي الانديه كلها في قطاع الناشئين. الحمد لله ماشي بشكل كويس جدا اللي هو يعني المنتخبات ما تقلقش اي يعني انا بقول المنتخبات ما تقلقش قطاع الناشئين في النادي الاهلي في لعيبه كويسه جدا تقدر تشتغل في المنتخب بشكل يعني بشكل ممتاز جدا. طيب نموذج زي محمد صلاح ممكن يكون عندنا نموذج زيه في منتخب الاولمبي دلوقتي ولا النموذج ده هو بيشتغل على نفسه فبيتطور فبيبقى زي محمد صلاح؟ هو بيشتغل بس على نفسه. مين عندنا زيه يعني او في المنتخب ممكن يبقى زيه؟ انا يعني رمضان لو كان يشتغل يعني اعتقد ان هو لو كان يشتغل الفتره اللي فاتت على نفسه اكتر شويه كان هيبقى زي محمد صلاح وممكن يوصل لمحمد صلاح. لكن يعني مين عندنا يبقى زيه دي اعتقد ان هي عدت شويه في المنتخب الاولمبي عدت شويه السن 23 سنه فعدت شويه عايزه تشتغل على نفسك من بدري شويه من بدري 17 18 19 سنه تبدا تشتغل على نفسك لو اشتغلت على نفسك بشكل كويس في السن ده تقدر تعمل محمد صلاح تاني وتالت ورابع. طيب عموما احنا هنتوقف هنا عند جزئيه المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده مباراه ان شاء الله مع الكاميرون يوم الخميس مباراه مهمه جدا باذن الله نتصدر المجموعه ثم نواجه ثاني المجموعه الاخرى في مرحله الدور نصف النهائي وهتبقى خطوه قبل التاهل لاولمبياد طوكيو ثم بعد ذلك بقى نتكلم على المباراه النهائيه وفكره الفوز بالبطوله بيبقى فوز شرفي لكن في الاساس بالنسبه لاي منتخب اولمبي في المرحله دي هو التاهل لاولمبياد طوكيو. طيب انتقل للحديث عن المنتخب الاول وقبل ما اتكلم عن المنتخب الاول طبعا انا قلت خبر في البدايه عن اصابه محمد صلاح ومش هيكون موجود في الفتره الجايه مع المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر. تاكد رسميا ان محمد صلاح غيابه هيكون حوالي 10 ايام عن التدريبات الجماعيه وهيكون موجود في الفتره اللي جايه في مرحله استشفاء تجهيز علاج طبيعي للمرحله اللي بعد كده عشان يكون جاهز مع نادي ليفربول بعد الاجنده الدوليه. طيب كابتن حسام البدري محظوظ ولا غير محظوظ بغياب صلاح عنه في الفتره الحاليه؟ غير محظوظ طبعا. محظوظ؟ لا غير محظوظ. غير محظوظ. طبعا محمد صلاح ليه؟ بيفرق مع اي حد. محمد صلاح ما شاء الله شفناه في ماتش مانشستر سيتي يعني كان حاجه واعتقد ان هو لعب ماتش السيتي وهو كان مش سليم 100% مش كان سليم لان كان عنده نفس الاصابه دي قبل كده بس كانت موجوده وما كانش سليم 100% ولعب فلا محمد صلاح حتى اسمه بيفرق يعني اسمه موجود في الملعب بيقلق الفرقه اللي قدامك شويه. وليه ما يكونش كابتن حسام محظوظ ان يشوف اخطر من عنصر بديل؟ ما هو انا يعني بلعب تصفيات مش بلعب ماتشات وديه فانا محتاج اكسب محتاج اكسب طبعا انا بلعب تصفيات مش ماتشات وديه. لو بلعب ماتشات وديه اقول لك ممكن اشوف واحد واثنين وثلاثه لكن انا بلعب تصفيات فعايز اكسب. وبعدين مصر كلها مستنيه من كابتن حسام البدري منتخب قوي أكيد. منتخب زي 2006 و2008 و2010 فاعتقد ان كابتن حسام محتاج لكل واحد موجود في المنتخب محتاج محمد صلاح محتاج تريزيجيه ومحتاج اللعيبه كلها عشان يبان الشكل المنتخب بتاعنا منتخب قوي عشان انا بلعب تصفيات فعايز اكسب عشان خاطر اصعد تصفيات ما بلعبش ماتشات وديه. فانا شايف ان هو غير محظوظ بصراحه بعدم وجود محمد صلاح غير محظوظ. مين ممكن يكون بديل لصلاح في المباريات القادمه؟ ماتش كينيا رسمي وماتش جزر القمر بعدها باربع ايام. هما يعني الماتش امتى؟ ماتش الخميس الجاي على فكره في نفس يوم توقيت ماتش مصر والكاميرون بس يعني هو الساعه 6 والاولمبي الساعه 8. ممكن نستلف في رمضان؟ احنا عايزين نستلف في رمضان ومصطفى وريان لا يعني يعني لا يعني ان شاء الله ربنا يسهل كابتن حسام يشوف البديل الانسب لمحمد صلاح ان هو يقدر يبقى موجود ويقدر يغطي الحته دي يعني لان كمان من سوء حظه هنا بقى سوء حظه ان كمان حسين الشحات كطرف ايمن مش جاهز في مباراة ليبيريا بالظبط كان مصاب الفتره اللي فاتت فما اعتقدش ان هو جاهز 100% ووليد سليمان مش موجود في المنتخب عشان كده بقول غير محظوظ يعني ان شاء الله يعني هو كابتن حسام يعني عنده من الخبرات برضه قادر ان هو يغطي الحته دي ان شاء الله. طيب ماتشين كينيا وجزر القمر شايفهم ازاي؟ هي تصفيات رسميه بس المستوى الفني انا كجهاز فني عايز اكسب طبعا عشان اتاهل طبعا. لكن انا استفيد من المباراه دي ازاي؟ انا محتاج يعني انا زي ما انت بتقول انا محتاج اكسب بس محتاج برضو في نفس الوقت يعني الفنيات تبقى شكلها حلو عشان خاطر الناس مستنيه من كابتن حسام زي ما بقول لك مستوى فني عالي الناس مستنيه عايزه ترجع 2006 و2008 و2010 تاني فمستنيه كتير من كابتن حسام فكابتن حسام اعتقد ان هو يعني هيشتغل ان هو لازم يكسب طبعا وهيشتغل في حته الفنيات شويه ان هو يبين بشكل منتخب مصر احسن من الماتشين اللي فاتوا الودين اللي هو لعبه. الصعود هيبقى سهل؟ يعني مش قوي هيبقى هتلاقي يعني هما فرقتين اقل اسم منك شويه بس هتلاقيهم في الملعب كمان.
فهتلاقي يعني بحس هتلاقي يعني هتلاقي فرق ممكن ترخم عليك شويه، لكن هم اقل منك طبعا في الاسم كتير، لكن هيرخموا عليك في الملعب شويه يعني. فانت محتاج تبذل مجهود اكبر شويه بالذات في بدايه المباريات يعني، بالزبط. تجمع نقاط في اول على الاقل اربع مباريات، اول على الاقل اول اربع مباريات او حتى المباريات اللي على ملعبي كلها لازم اكسبها، تسع نقاط على ملعبي بالظبط، دول لازم اخدهم. عندي تسع نقاط على ملعبي، دول لازم اخدهم، وبعدين ابدا اشوف بقى الثلاث نقاط من بره نقطه بتاع يعني، انا لازم اكسب. طب الاختيارات الاخيره اللي خدها الكابتن حسام في المنتخب شايفها ازاي؟ يعني هي شغاله بشكل كويس في الانديه بتاعتها يعني، اللعيبه اللي كابتن حسام خدهم شغالين بشكل كويس يعني، عاملين شغل كويس. حاسس ان بيبني جيل جديد؟ اعتقد ان هو بيبني جيل جديد ومستني المنتخب الاولمبي يخلص عشان يكمل بقيه البناء بتاع الجيل. يكمل يعني ممكن ياخد كم الاولمبي؟ لا انا يعني المنتخب الاولمبي هياخد عدد كويس، هياخد عدد كبير، مش هياخد عدد قليل يعني، مش بالهين يعني، ان هم في لعبه كويسه جدا تستحق ان هي تلعب في المنتخب الاول. ترشح مين مثلا؟ يعني عندي رمضان، عندي مصطفى محمد، اكرم توفيق شغال بشكل كويس، احمد الفتوح طبعا شغال بشكل كويس جدا، احمد ياسر ريان موجود، صلاح محسن لو شد شويه يعني، صلاح ممكن مظلوم بالمركز اللي بيلعب فيه، ممكن يعني هو ممكن مركزه ما يكونش هو المركز اللي بيرتاح فيه اكتر، فعشان كده مش باين بالشكل اللائق بيه. لو ممكن لو بيلعب في مركزه ممكن يبقى باين بشكل احسن يعني. طيب حارس المرمى محمد صبحي ده ممكن كمان يكون في المنتخب الاول يعني؟ هو ظاهر بشكل كويس جدا وهو جون كويس جدا، بس عندنا برضو في المنتخب الاول في جون كويس، محمد الشناوي واحمد الشناوي في الشناوي والشناوي وعواد وابو جبل بالظبط، ففي جون كويس يعني، فاعتقد ان فرصته تبقى قليله شويه، لكن هو جون كويس، جون كويس جدا وظاهر بشكل كويس في الماتشين اللي فاتوا. طيب اصابه حمدي فتحي يعني جايه في توقيت للاسف سيء جدا، لان حمدي كمان لسه بيبدا مشوار الدولي ومباراتين مع كابتن حسام بجونين وهم بجونين المكسب طبعا، تمام، سواء بتسوانا او حتى ليبري، وجات اصابه هتبعده مش فتره قليله طبعا، لسه الجهاز الطبي ما اعلنش الفتره قد ايه، بس اصابه الغضروف انت عارف تتراوح مثلا من حوالي من شهر ونص لثلاثه، بالظبط من شهر ونص لثلاثه على حسب العمليه الغضروف بتاعها، حسب العمليه وحسب حالته هو كمان بالزبط. واستعداده وتاهيله كمان في الجزئيه دي. فشايف اصابه حمدي ازاي في التوقيت ده، وكان هيبقى عنصر جديد في وسط ملعب منتخب مصر ايجابي اكتر من المرحله السابقه لما كان في لعيبه بتلعب في المكان ده؟ صح لما انت قلت يعني، لو كان موجود في لو موجود الفتره الجايه كان هيبقى عنصر جديد ايجابي وفعال مع المنتخب، لانه حمدي برضو يعني ديفندر وبيجيب جوان ومكسبك ماتشين زي ما انت بتقول. لا وهو كان شغال مع النادي الاهلي برضو بشكل كويس جدا، والنادي الاهلي الجمهور زعلان جدا اعتقد ان هو هيفتقده بشكل كبير، فيعني لا اصابته مش يعني هو مش محظوظ شويه في الفتره دي، بس يعني الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويشتغل على نفسه اسرع ويرجع اسرع يعني ان شاء الله. طيب في جزئيه مهمه كمان وانا بتكلم على المنتخب، المطلوب من الجهاز الفني المرحله الجايه بعد حتى مباراه كينيا والجزر والقمه، لما يلعب مباراه وديه يعلى بالمستوى الفني ولا يفضل في نفس المستوى ده؟ لازم يعلى بالمستوى الفني، لازم اشوف يعني. انا وصلت لحد فين، شغلي وصل لحد فين، ما انا مش هفضل في المستوى ده، ما لو فضلت العب في المستوى ده ما انا مش شغلي مش هيبان. انا بكسب بادي بشكل كويس، لكن لما اجي اعلى بالمنتخبات بقى هلعب منتخب اقوى شويه، هلعب منتخب اقوى، هيبان الشغل بتاعي اذا كنت انا شغال كويس ولا مش شغال كويس. لما بلعب مثلا جزر القمر مش زي ما بلعب غانا، لما بلعب مثلا فرقه من اوروبا زي ما بلعب فرقه، في كل مرحله بيبان شغلي. شغلي بيبدا يبان واحده واحده، فلازم اعلى بالمستوى شويه، لازم اعلى بالمستوى الفني عشان ابان شغلي اذا كان انا شغال كويس ولا محتاج حاجه او ناقصني حاجه، عشان ما تصدمش حتى بعد كده لما اوصل لتصفيات كاس عالم في شهر مارس الجاي، انا عارف انا وصلت بطوله افريقيا برضو ما تصدمش يعني اعلى تصنيفي بالظبط، فلا لازم نعلى بالمستوى الفني شويه في الماتشات اللي قدام. مين المدارس اللي تحب تواجهها؟ مدارس افريقيه ولا مدارس اوروبيه؟ يعني اعتقد ممكن ناخدها واحده واحده يعني، ممكن ناخد مدرسه افريقيه شويه افريقيه الاول، بعد كده ابدا افكر في مدرسه اوروبيه او لاتينيه بالظبط يعني، هيبقى شكلها احسن او هيبقى الشغل بتاعي هيبدا بان شغلي في الملعب مع اللعيبه اللي موجوده معايا، فيعني اعتقد يعني ناخدها واحده واحده احسن يعني واحده واحده. طيب اختم معاك بقى الحوار وانا بتكلم عن النادي الاهلي وختامها مسك، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي وده اللي بيهم بالتاكيد جمهور النادي الاهلي في المرحله الجايه، وعندي كام سؤال ليه كده بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الجايه. فتره توقف داخلين في حوالي اكتر من شهر، وللاسف التوقف يعني جاي في توقيت مش كويس، لان الاهلي كان كيرفي كان عالي جدا وعامل اداء متميز افريقيا وحتى ومحليا. الجهاز الفني حاليا يعني اهم حاجه يتعامل فيها في المرحله الثانيه اللي هي دلوقتي من النهارده
لغايه يوم 25 نوفمبر 25 بنتكلم في فتره حوالي 12 يوم 12 يوم او 13 يوم يشتغلهم بكذا مباراه وديه، يهيئ اللعيبه ازاي، يتكلم معاهم في ايه، يحضرهم ازاي للمرحله الجايه، لان كمان كان بيشتغل في معسكر الامارات بشكل مختلف في اليومين اللي فاتوا، فاكيد كل مرحله ليها متطلبات مختلفه عن الثانيه. بص انا شايف المعسكر الامارات ده جه في وقته، جه في وقته محتاج اخرج اللعيبه شويه من الحاله، يعني مش عايز اقول ملل، ان هو تمرين بالتمرين معسكر بقى فيه شويه فاني، فيه شويه ضحك هزار، خروج مثلا معسكر تمرين كويس، فيعني لا يعني اعتقد ان معسكر الامارات جه في وقته. الفتره الجايه محتاج العب ماتشات وديه كتير من وجهه نظري طبعا، محتاج العب ماتشات وديه كتير، محتاج اجهز الناس اللي عندي كتير، لان انا عندي في ناس من المنتخب الاول، عندي ناس من المنتخب الاولمبي ربنا يبعد عنهم الاصابات، فهيبقوا راجعين مجهدين جدا، فما ابدا اجهز البديل بتاعه يبقى جاهز عشان لو لا قدر الله حصل حاجه، لعيب مجهد، لعيب لا قدر الله حصل له حاجه اتصاب، زي مثلا حمدي فتحي اتصاب، فلازم اكون مجهز البديل بتاعه، ماتشات وديه كتير، يعني محتاج ماتشات كتير ان العبها الفتره الجايه عشان البديل يبقى جاهز. ابدا اخش الدوري وانا اللعيبه بتاعتي ال 30 لعيبه اللي عندي كلهم جاهزين، ما اقفش على حد، او ما يعني لو حد لا قدر الله حصل له حاجه يبقى عندي البديل جاهز على طول، فانا محتاج كتير ماتشات وديه الفتره الجايه يعني. طيب انت عارض التوقف وهترجع على الدوري يوم 25 نوفمبر، ضغط ماتشات غير طبيعي. ما هو عشان كده بقول لك لازم اعمل ماتشات وديه كتير عشان الناس ال 30 لعيب بتوعي يبقوا جاهزين. هيبقى الضغط ماتشات، وانت اصلا جايب اللعيبه من المنتخب جايه مجهده، لان هم عندهم ضغط ماتشات برضه، يعني المنتخب الاولمبي بيلعب كل 3 ايام او كل يومين ماتش، فاللعيبه هتبقى راجعه مجهده. المنتخب الاول زي ما انت بتقول عندهم ماتش وبعديها باربع ايام ماتش، فبرضه اللعيبه وسفر، فهتبقى برضه راجعين مجهدين، فلازم يبقى البديل جاهز، لان انا خلاص الدوري هيرجع زي ما انت بتقول كل 72 ساعه ماتش، فمحتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه، كلها تبقى فورمه واحده، تبقى فورمه عاليه عشان ابدا اكمل اللي انا بداته. طيب في جزئيه بقى فنيه، وانت كنت لاعب ليك دور في الخط الدفاع، مركزك اتغير كتير، وحتى اتكلمنا في ده في الحلقه السابقه، لكن خليني في حته الدفاع اكتر. فايلر مع الاهلي في المباراه اللي لعبها كان في تميز في الخط الدفاعي، وكان في صلابه وقوه في الخط الدفاعي، وبخبرتك وانت لعيب كباك او كلاعب لعبت في مركز الدفاع كتير في فترات سابقه، شايف الصلابه وقوه خط الدفاع جايه بناء على ايه؟ وقفه، تخصص، شغل، فكر جهاز فني، طريقه لعب مساعده؟ شغل كويس يعني، هو اعتقد ان هو اشتغل على الدفاع كويس. برضو الميزه اللي الاهلي كان فيها الفتره اللي فاتت لما بيفقد الكره كان بيجيبها بسرعه، فدي مريحه الديفنس، مريحه الدفاع، لما انا افقد طول ما الكره معايا انا مش قلقان من دفاعي، الدفاع مرتاح، بالظبط مرتاح جدا. لكن لو الكره مش معايا بقى، بس هو اعتقد ان هو اشتغل على الدفاع كويس، الوقفه كويسه، التنظيم بتاع الشكل الدفاعي كويس. وزي ما بقول لك الكره لما بتبقى معايا لما بفقد الكره بجيبها على طول، ودي ميزه. افقد الكره اجيبها على طول، خلاص دي بقت ميزه كويسه جدا، هتبقى موجوده معايا الكره موجوده معايا على طول، فشغال اللعيبه كلها شغاله، فالدفاع مرتاح، فدي اعتقد مديها قوه للدفاع النادي الاهلي. طيب المدرب بقى لما بيعلى بمستوى اللاعب اللي معاه او بيشتغل عليه بشكل تخصصي اكتر في التدريبات، بيشتغل عليه فتره قد ايه، او ايه الجرعات التدريبيه اللي بيديها له عشان يعلى بالمستوى او كده؟ لان احنا في فتره قصيره جدا شفنا اجايه جاي من اصابه وبعيد تماما كمستوى وظهر بشكل متميز. رمضان صبحي انت لسه بتتكلم الفينيش بتاعه اتغير الفتره الاخيره خالص. حسين الشحات بعد موسم ماضي الكل كان بيتكلم عليه للاسف بشكل غير جيد، يعني حسين لا امكانياته احنا عارفينها، بس بيثبت للناس لا يا جماعه انا صفقه كويسه. هنا في مدرب بيشتغل مع اللعيبه، بس الفتره القصيره دي ايه اللي قدر المدرب يقوله للعيبه في فتره زي ديت؟ استوعاب اللعيبه كويس، الاستيعاب ده مهم طبعا، الاستيعاب ده مهم جدا، الحاله النفسيه ما بين المدرب واللعيب اهم حاجه. يعني انا لو حالنا لو انت يعني مش كوره، مش فنيات بس، مش لا فنيات في حاجات تانية معاك. بالظبط، لا في حاجات تانية كتير، يعني انا لو نفسيا بيني وبين المدرب الدنيا مرتاحه كويسه هيبقى الاستيعاب بتاعي اعلى بكتير، فبالتالي هنفذ اللي هو عايزه، فبالتالي هتبقى المده اقصر. لما طول ما انا بيني وبين المدرب العلاقه كويسه لا هفهم، يعني هشتغل بسرعه، المده بتاعتي هتبقى اقصر، اللي هو عايز يوصله هيوصله بسرعه، مش هياخد وقت. فعشان كده زي ما انت قلت اللعيبه اللي انت قلتها دي كلها ظهرت بشكل كويس، لانه واضح ان هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي بيعامل اللعيبه نفسيا كويس. نفسيا كويس، هو سنه كمان قريب يعني. بالظبط، ما انا بقول لك طول ما ان سنه قريب هتقرب من اللعيبه، هتقرب من تفكيرهم. ودي ميزه في المدربين في اوروبا دلوقتي. بالظبط، فدي عامله شكل كويس يعني، اللي هو حتى احنا شفنا ده حتى في تشيلسي، يعني فرانك لامبرت شوف مع تشيلسي دلوقتي. بالظبط، يعني في لعيبه في الملعب كونتي قبليه اعلى منه، خبرات ساري
اعلى منه طبعا. ومع ذلك فرانك لامبرد مع تشيلسي بيلعب كوره احسن مسيري كان موجود مع تشيلسي. بقول لك في لعيبه في الملعب كانت بتلعب مع لامبرد في الملعب وهو ما هو طول ما هو نازل هو سنه قريب منهم فاعتقد ان هو موجود في الملعب على طول معاهم عارف ان تفكيرهم في ايه عارف هم عايزين ايه. يعني بص طول ما اللعيب مرتاح نفسيا او طول ما اللعيب اللي هو عايزه انت بتعمله له قبل ما هو ما يطلبه هتاخد منه احسن حاجه في الملعب. فاعتقد ان هو مستر فيرا شغال في الملعب نفسيا بتفرق كتير جدا. طيب مباراه النجم الساحلي مش عايز اقول كويس المباراه في رادس لان رادس او سوسا يا الحمد لله الاهلي نتائجه في الناحيتين الحمد لله ماشيه بشكل كويس. ممكن يكون في استثناءات في سنه او اثنين لكن ايجابيا انت هناك في تونس الحمد لله عامل نتائج كويسه. لكن مباراه النجم كمستوى فني وبطوله افريقيه واول مباراه في المجموعات بهذا المستوى القوي الاهلي والنجم ودول لعبوا قبل كده نهائي افريقيا كذا مره بالظبط. شايف المباراه فنيا ازاي وانت راجع من توقف مش رجلك في الملعب مفيش مباريات يعني ما اعتقدش ان هي هتبقى فنيه عاليه شويه اكتر من انها تكتيكيه او من انها جماهيريه ان انا عايز انا عايز حاجه معينه من الماتش ده فهروح اخده وامشي. فما اعتقدش ان هي هتبقى فنيه عاليه لسه لسه الفريقين بيسخنوا بالظبط هيبقى لسه الفريقين في بادئين من توقف فهيبقى المستوى الفني هيبقى قليل شويه لكن التكتيكيه هيبقى انا اعتقد ان الناحيه التكتيكيه هتبقى اعلى بكتير في المباراه دي. يعني اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يكسب يا رب ان شاء الله. متوقع يكون في اهداف كتيره في المباراه زي دي ولا المباراه هتبقى مقفوله؟ لا ما اعتقدش ان هيبقى فيها اهداف كتير يعني هيبقى في ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بس مش ما اعتقدش ان هتبقى فيها اهداف كتير يعني تبقى الدنيا مقفوله شويه هيبقى النجم مقفل شويه والنادي الاهلي هيبقى برده واخد حذره شويه فما اعتقدش ان هتبقى فيها اهداف كتير يعني. هتبقى اجواء جديده على فايلر شمال افريقيا والكره في تونس والمغرب الجزائر اجواء جديده بس اعتقد في النادي في ناس وصلت له يعني كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز اللي معاه الناس وصلت بالظبط يعني هتلاقي ناس وصلت له وهتلاقي برده اعتقد ان هو اتفرج على ماتشات كتير فيديو وحاجات كتير فيعني هتبقى جديده عليه بس مش هتبقى جديده قوي لان هو هيبقى خد فكره عن الموضوع يعني. انا ما استبعدش ان هو كمان دور على مباريات الاهلي مع الفرق التونسيه وشاف الاجواء هناك بالظبط بالظبط ممكن هو من نوعيه المدربين اللي بيذاكر قوي اي اجواء هو فيها. ما دي ميزه مدرب شاطر بيذاكر كتير طول المدرب بيذاكر بيبقى الامور سهله بالنسبه له فاعتقد ان هو ذاكر كتير وعارف الماتشات واتفرج على ماتشات اهلي كتير في تونس سواء مع النجم او مع الترجي او مع الصفاقسي فاعتقد ان هو اتفرج فهتبقى الامور بالنسبه له يعني ان شاء الله تبقى سهله وبسيطه ويقدر ناخد اللي احنا عايزينه ان شاء الله هناك. كلمه اخيره بقى تختم بقى حوارك. انا بشكرك جدا والله ان انا موجود معاك النهارده انا مبسوط انا ببقى مبسوط جدا وانا معاك يعني عايز اقول لك ان انت يعني علامة شاطر جدا حبيبي بتعرف يعني عارف اللي هو انا يعني ببقى مرتاح وانا قاعد معك يعني انا والله العظيم ببقى مرتاح جدا انا بحب جداً. اسمع لك واحب اتكلم معاك في الكوره انك لا انا عشت فتره مع جيل انا على المستوى الشخصي من اسعد ايام حياتي كشغل وكحياه كمان التعامل مع الجيل بتاعك بصراحه لا يعني انا والله ببقى مرتاح وانا قاعد معاك جدا ببقى عارف اللي هو بطلع اللي في قلبي وانا قاعد معاك يعني فانت يعني علامة شاطر جدا وانا بحبك جدا اقسم بالله فيعني اتمنى التوفيق بقى للنادي ان شاء الله وشكري وشهاب ومحمد سمير ومحمد سمير واحمد عادل والشناوي يعني كنا انتوا ست سبع قطعتوا مع الفريق الاول مع تريكا وبركات ومتعب واحمد حسن واحمد فتحي ولا والجمعه لا يعني الحمد لله كان يعني الحمد لله كان كنا لينا نصيب مع الجيل الكبير الذهبي ده كان لنا نصيب حلو ان انا اشتغلت مع وكنت موجود في تغطيه الفرقه العظيمه دي انا يعني توفيق عبد الله ان شاء الله وشغلك في القطاع الناشئين الفتره الجايه كمان نتمنى ان انت توصل لمرحله اكبر من كده ان شاء الله باذن كل التوفيق ليك يا رب ككادر تدريبي داخل النادي الاهلي حبيبي محمد ربنا يخليك شكرا لك عبد الله شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت مهمه جدا مع احد نجوم القطاع الناشئين في النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدرب كلاعب حتى في الفريق الاول ظهر بشكل طيب جدا في الفترات السابقه والنهارده كانت فرصه طيبه لانه لعب في منتخب الشباب مع الكابتن اسماعيل يوسف في فتره سابقه نسمع منه وجهه نظره ورايه في الجيل ده ازاي بيفكر ازاي بيكون عنده طموح للوصول لابعد من كده وازاي يحقق ارقام قياسيه او يوصل لبطولات افريقيه وبطولات عالميه واولمبياد طوكيو بالتاكيد اكبر حدث عالمي هي الاولمبياد فبالتاكيد نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا الاولمبي في التاهل الى اولمبياد طوكيو نتمنى التوفيق ايضا كمان للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه مباريات وديه استعداد للفتره القادمه وان شاء الله هذه الفتره يكون الجهاز الفني استفاد بها قدر الامكان رغم الصعوبات اللي واجهها الفريق في التوقيت الحالي. الى هنا بشكر حضراتكم والتقي بكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي ليله لكن بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والفقره الحواريه الاخيره مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل امين الكاتب الصحفي في الاهرام.
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معاكم الفقره الحواريه الثانيه في الاهلي الليله. يمكن قبل ما ابدا، يمكن انا ما كنتش موجود مع حضراتكم امبارح، لكن كان في حاله وفاه احد اللاعبين المصريين توفى امس، لكن انا يعني عايز انعي يعني علاء علي، واحد من نجوم نادي الزمالك، واكيد اللي انا اتشرفت ان انا اكون موجود معاه في سنه وحيده كان موجود فيها في النادي الاهلي. يعني ولد قمه في الاخلاق، قمه في الادب، قمه في الروح الرياضيه، بصراحه يعني ما سمعناش ابدا منه اي حاجه وحشه، على طول كان في حاله، على طول كان دايما بيعمل عليه في الملعب. علشان كده دايما لما يعني بنفقد احد اللعيبه المحترمين اكيد لازم نتكلم عليهم ونديهم حقهم، وبالتالي علاء يعني ندعي له ان ربنا يغفر له يا رب ويكون مثواه الفردوس الاعلى من الجنه. دي كانت بس يعني حاجة سريعة حابب ان انا ابدا بيها. بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020، اكيد طبعا زي ما حضراتكم شفتوا اداء منتخب مصر امبارح والتألق اللي ظهر بيه لاعبي منتخب مصر. الناس في الشارع مش بتتكلم على النتيجة، الناس في الشارع بتتكلم على الاداء والروح اللي منتخب مصر ادى بيه. الروح دايما هي اللي بتعوض كل الغيابات اللي موجودة. لو ما عندكش توفيق او ما عندكش حظ او حتى ما عندكش يعني نتيجة كويسة، الجهد اللي في الملعب اللي بتبذله في كل كورة وفي كل فرصة ممكن تتيح لك، اعتقد ان الموضوع بيكون فارق جدا جدا مع الجمهور اللي انا شايفه ان هو بقى يعني فاهم في كرة القدم كويس جدا، وبقى عارف كويس، او ممكن كمان يقف معاه وتحلل معاه كل الماتشات ويقول لك كل صغيرة وكبيرة او كل شيء ايجابي او كل شيء سلبي. هتكلم طبعا في الموضوع ده اكتر مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل امين. ازيك يا فندم؟ اهلا كابتن عمر، ازي حضرتك؟ نور الله يخليك. نورك يا فندم. طبعا زي ما حضرتك تابعت وشفت اداء منتخب مصر، الجمهور المصري بيتكلم على الروح اللي ظهر بيها المنتخب الاولمبي المصري، وان الروح دي ما كانتش موجوده عند المنتخب الاول، او عوض الروح اللي كانت مفقوده في بطوله الامم الافريقيه للكبار وخروج منتخب مصر المبكر امام جنوب افريقيا. هو طبعا اهم ما يميز المنتخب الاولمبي هو الروح والاصرار، وده يمكن ظهر بصوره كبيره قوي في الماتش الاخير، ان فريق يحقق الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة. فريق كان بيبقى متأخر ويقدر يتعادل وياخد ثلاث نقط في نهاية المباراة. صح. أعتقد إن دوت يعني حاجة نفتخر بيها، بس المفروض نبني عليها. يعني مش ده نهاية المطاف، لا، المفروض بعد كده نبني عليها، بحيث إن إحنا هدفنا من الوصول للأولمبياد مش مجرد الوصول، إحنا مجرد الوصول ولازم ننافس على ميدالية. وأعتقد إن الخامات الموجودة في المنتخب لو أحسن إعدادها على مستوى علمي كويس، أعتقد نستطيع نحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو إن شاء الله. موضوع أنا حابب إن حضرتك تعلق عليه بقيمة حضرتك الكبيرة، وأكيد مصر بقيمتها أيضا الكبيرة جدا، والعراقة اللي مصر موجودة فيها، والتنظيم الجيد في البطولة دي والبطولة الأخيرة اللي كمان أول مرة تقام ب 24 منتخب. رأي حضرتك في مصر وتنظيم أكبر حدثين في تاريخ أفريقيا في أقل من 4 شهور بالإمكانيات اللي حضرتك شفتها واللي كل الجمهور القارة الأفريقية كله شافه، هل دي حاجة جديدة على مصر أو حاجة احنا لسه مش واخدين عليها، ولا مصر دائما وأبدا قادرة على هذا التنظيم؟ لا، هو على المستوى الأفريقي كنا احنا سباقين في البطولات اللي نظمناها قبل كده، اللي احنا بنعمل بطولة على أفضل مستوى من الناحية الأفريقية. الاختلاف اللي حصل في السنه ديت اللي انت بتعمل بطوله مش على مستوى افريقيا بقى، انت بتعمل بطوله على مستوى العالم. يمكن اول بطوله افريقيه، وده يمكن من حسن حظ احمد رئيس الاتحاد الافريقي ان اول بطوله تتعمل في عهده من 24 بتستضيفها مصر، ودي يمكن كانت يعني بدايه بشره خير للبطولات الافريقيه، لان البطوله اللي اتعملت في على مستوى الكبار اعتقد ان من الصعب تتكرر على مستوى القاره الافريقيه. ووضعت يمكن الاتحاد الافريقي، انا بحس ان هي وضعته في مأزق، لان ما فيش دوله بالامكانيات اللي وفرتها مصر دوله افريقيه تقدر تنظم البطوله. يمكن ده هيبان واضح جامد في البطوله اللي جايه اللي في الكاميرون في 2021. اعتقد من الصعب ان يحصل بطوله. ليه؟ لان الامكانيات متواضعه جدا في الدوله الافريقيه من حيث الملاعب. انت عندك في بطوله مصر هنا كانت الملاعب التدريب على اعلى مستوى لا تقل على الملاعب اللي بتقام عليها الاستادات اللي بتقام عليها المباريات. دي نقطه مش هتلاقيها في كل الدول الافريقيه باستثناء جنوب افريقيا والمغرب. صح. بقيه الدول الافريقيه كلها الامكانيات متواضعه للغايه. الفنادق على مستوى متواضع،
ما عندهاش حتى قدرة ان هو تستعيب تستوعب 24 منتخب بجماهيره. اعتقد ان هتبقى في يمكن صعوبات او عقبات كبيره قدام الاتحاد الافريقي في البطولات اللي جايه اذا لم تتقدم دوله كبيره زي مصر تاني او جنوب افريقيا او المغرب باستضافه نصف هذه البطولات. حضرتك قلت المغرب، غياب الدول العربيه او غياب الدول الشمال افريقيه عن البطوله الحاليه، هل حضرتك تعتقد ان الكره الافريقيه هي اللي بقت على الساحه حاليا من قوه وسرعه وايضا مهاره، ولا الكره الشمال افريقيه محتاجه ان هي يعني يكون في عدد اكبر من المحترفين، يكون عندها وفره فنيه كبيره في الاجهزه الفنيه اللي موجوده، ولا غياب الكره الشمال افريقيه ممكن يكون ليها معايير حضرتك تقولي عليها؟ لا، يمكن في السن ده والمرحله دي بالذات في تفوق كبير من المنتخبات الافريقيه بالذات، لان الاحتراف عندهم بدري بالسن، الاحتراف في الوقت دوت بيبقى عددهم كبير جدا بره بيقدر، فغالبا المنتخبات الافريقيه بتبقى اقوى من المنتخبات العربيه في يمكن انت شفنا حتى الماتشين احنا لعبناهم قدام مالي والمغرب، ما اقدرش اقول لك ان احنا افضل منهم فنيا في الفريقين دول، لكن احنا قدرنا نتفوق عليهم، يمكن عامل الجمهور، عامل الملعب، الروح والاصرار والحماس اللي موجود عند اللعيبه عندك، لكن في الفتره دي او في المرحله دي بالذات بيبقى الفنيات عاليه قوي عند اللاعب الافريقي بالذات. بعد كده تيجي بقى ناحيه التنميه او نقطه الخبره اللي هي ما بتبقاش موجوده قوي عند اللاعب الافريقي، بيتميز بيها اللاعب بتاع شمال افريقيا ازاي بيقدر ينمي نفسه كويس، يصلح من نفسه. طبعا عنده الاحتراف ده غايه كبيره، ان الاحتراف بتساعد على رفع مستواه الاجتماعي في بلده، فبيبقى النقطه دي عنده بيبقى مهمه جدا، فبتلاقي يعني اللاعب النضج عند اللاعب العربي في المرحله دي افضل كتير من فعشان كده بتلاقي المنتخبات الافريقيه العربيه الكبيره بتبقى افضل كتير من اغلب يمكن اغلب المنتخبات الافريقيه باستثناء اربع خمس دول الافريقيه اللي هي كوت ديفوار والكاميرون وغانا ونيجيريا وجنوب افريقيا. هل الجمهور يا فندم هو السبب في الروح القتاليه العاليه اللي موجوده عند منتخب الشباب؟ انا شايف ان الجمهور ليه دور كبير جدا في الوقت في الجيل دوت، يعني لان برضو يعني انا شايف يعني ان المكسب مش عايزين برضو نروح لبعيد، يعني نقول اللي احنا عندنا اللي احنا ماشيين على خطوات سليمه، لا المكسب حلو لكن لازم نبني، لازم نصلح، في عندنا اخطاء كتيره مش في الاداء في المنتخب، انا اتكلم تمام في السياسه العامه للكره المصريه في اخطاء كتيره المفروض يعني لو عايزين نصلح او نوضب لازم نحط برنامج صح عشان نمشي صح، عشان ما يبقاش في عندنا ثغرات جيل يطلع. احنا عندنا اجيال بسم الله ما شاء الله، عندنا اجيال كويسه قوي، احنا لو بصيت للمنتخب الاولمبي السابق اللي كان ماسكه حسام البدري كان في عناصر كويسه قوي. ليه فندم ما صعدش؟ ليه دي تسال فيها الجهاز الفني، ما سالش فيها اتحاد الكوره السابق؟ يعني اتحاد الكوره ما مسؤول في ايه؟ مسؤول في اختياراته لاعضاء الجهاز الفني للدعم اللي بيوفره، بيوفر الاعداد الجيد كل ده، لكن بعد كده طالما انت وافقت على كل الحاجات ديت وتوليت المسؤوليه يبقى انت المسؤول بعد كده فنيا قدام الجماهير وقدام الاتحاد. هل مدير فني قوي بامكانيات كابتن حسام البدري بتاريخه ببطولاته وتفوقه مع النادي الاهلي، هل يقدر يتعامل كان مع السن السابق للمنتخب الاولمبي، كانوا لسه منتخب شباب ما كانوش عندهم الخبرات المطلوبه حققوا بطوله افريقيا مع كابتن ربيع ياسين، كان عندهم بوتنشال او كان عندهم طاقه ايجابيه يقدر ان كابتن حسام يستفيد بيها في البطوله الافريقيه اللي ممكن من خلالها كان يصعد للمنتخب؟ انت جبت نقطه مهمه جدا ان الفريق كان نواه من العناصر بتاعت منتخب الشباب اللي كانت شاركت في بطوله العالم. هو كان كل منتخب شباب، يعني عندك البنيه الاساسيه اللي انت تبني عليها، محتاج ايه؟ محتاج فكرك انت والطريقه اللي انت بتحب اللي انت تلعب بيها عشان تقولها للعيبة، واعتقد ان اللعيب وصل منتخب اللعيب اللي في عمر منتخب الشباب يعني 19 20 سنه، اللعيب اللي مش هينضج في الفتره دي خلاص مش هتاخد منه حاجه. يعني ده قمه يعني بدايه النضج طول اللعيب ده فعلا هيكمل وده مش هيكمل. فتقدر تبني عليه، يعني تقدر تدي له فكرك واسلوبك هيفهمه على طول، مش محتاج وقت. يعني في الفتره اللي انت عشان خاطر تعمل فريق جيد.
اعتقد ان كان الجهاز الفني ما قدرش يتواكب او يتفاهم مع اللعيبه بتاعته، ما قدرش يعرف افضل تشكيل او التشكيل المناسب اللي هو يقدر ياخد بيه. ترين ان احنا لو هتشوف البطوله اللي فاتت هتلاقي اضعف من البطوله دي كتير جدا، ولعبنا بالظبط ولعبنا فرق ضعيفه جدا واتغلبنا للاسف. يعني كان المنظر يعني بصراحه كان مش كويس خالص. يعني البطوله دي لحد ما معموله في مصر، ده مدينا باور اكتر، مدينا زي ما انت شايف حماس. لو كانت البطوله من غير جمهور كنا هنلاقي الحماس من اللعيب؟ اعتقد لا، كنت هتلاقي المستوى الفني قل بنسبه على الاقل مش 50%. الحماس والروح يا فندم بيغطوا على المستوى السيء؟ الحماس اكيد يعني أكيد. يعني أكيد. يعني روح اللاعب لو في الملعب بيجري وبيموت نفسه وادائه الفني سيء. يعني عشان كده بتلاقي مثلا ايه في لعيبه كتير بتبقى المستوى الفني عندها قليل قوي، لكن عندهم طاقه وعلى المستوى البدني عاليه قوي، فبتلاقي اللعيب ده حتى لما تيجي تختار لازم تختاره رغم انهم كده فني قليل، لكن بيتغلب الحته دي بيتغلب الناحيه البدنيه على الناحيه الفنيه. عنده ممكن نقول بلغه الكوره عنده قلب، يعني بنقول عنده قلب يعني هو لا هو بيبقى شايف نفسه ان هو لو ما عملش كده هيبقى خلاص. ما دي الحاجه اللي بتميزه عن باقي زمايله، يعني فنيا هو مش عالي، يعني مش هيعمل لك لعبه، لا هو ممكن يطلع لك كوره يبوظ لك هجمه يساعد في بناء هجمه، لكن مش هيعمل لك يعني ايه الهجمه اللي هي تنتهي بجون مثلا. ممكن بعد كده بعد كتر استمراره في الملاعب بيتطور فنيا، وده عندنا امثله كتيره من لعيبه كتيره كانوا في مصر بالطريقه ديت وعمروا كتير في الملاعب. طيب انا يا فندم اصعب المدير الفني اللي يدرب شباب صغير ويصنع منهم جيل يفيد الكره المصريه، ولا المدير الفني اللي بيدرب منتخبات كبيره وفرق كبيره؟ لا المهمه بتبقى صعبه جدا. هو انا برضه مش عايز اربطها قوي كده ليه؟ لان المدير الفني طالما عنده فكر عالي يقدر بيوظفه او بيخدمه من خلال الامكانيات اللي عنده اللي موجوده، ده بتحس ان هو كوتش كويس. يعني هو كوتش ايه؟ الكوتش ان هو بيفكر كويس، بيعرف ان كابتن بيعرف يقرا الملعب، بيعمل تغييرات مميزه، اختيارات للعيبه في المرحله دي. انا عايز ايه في المرحله دي من الماتش، وعايز اعمل ايه، فده ممكن يخدمني ولا لا، دي فكره كوتش. لكن المرحله السنيه بتبقى عايزه مدرب يقدر يتعامل مع اللعيبه بشكل ايه يعني في حنيه او في روح ابوه شويه، عشان تقدر تكسب اللعيبه وتقدر يسمعوا كلامك لازم تكسبهم من ناحيه، لازم يبقى في حب. ده يمكن مش موجود في المنتخب الاول او الكبار طبعا، لان الناحيه الكبار بقى بتبقى فيها ناحيه في نضوجه فني وبدني وفي ناحيه ماديه وفي حاجات كتيره يعني. طيب حضرتك في البدايه شفنا مباراه مالي، منتخب مصر كسب 1-0 لكن الاداء واحنا ما كناش راضيين عنه بالزبط. لكن اخذنا اللي احنا عايزينه من المباراه 3 نقاط، وسالنا قلنا الاداء ولا النتيجه، كله قال النتيجه بالنسبه لنا هي المهم، ممكن تعمل اداء جيد لكن في الاخر ما تاخدش ثلاث نقط يبقى عندك مشكله. رحنا مباراه غانا، اعتقد ان احنا هدف تاخرنا بهدف وتاخرنا بالتاني وعرفنا نعوض 1 و2 وكسبنا 3-2 منتخب غانا، منتخب احد ابطال العالم، وحضرتك عارف ان منتخب غانا حدث ولا حرج، متميزين جدا في الناشئين. فعايز اعرف راي حضرتك لو قيمت لي مباراه مالي وبعديها مباراه غانا، راي حضرتك الفني. لا يعني على المستوى الفني في مباراه غانا احنا ما كناش كويسين يعني، بس قدرنا مالي ولا غانا في مالي، اول مباراه الافتتاح قدرنا نجيب هدف في البدايه، يمكن ده ساعدنا ورفع بالروح المعنويه شويه، بس كحمد بدايات مباراه الافتتاح والحاجات ورهبه البطوله لسه الحاجات دي ممكن نحطها في الاعتبار مع لعيبه لسه، يمكن في بعض لعيبه منهم اول مره يلعبوا قدام جماهير في اول مره يلعبوا يمكن في استاد القاهره، فدي كل الحاجات دي نحطها في الاعتبار. لكن زي ما حضرتك قلت ان الاهم في الموضوع ده كله ان انت تخرج بثلاثه بونت وده اللي حققته. هتيجي المباراه الثانيه فيها ايجابيات كتيره، ايجابيات اللي انت بتقدر المباراه بتروح منك وبتقدر ترجع ليها ثاني وفي فترات صعبه ومع خصم قوي عنيد يعني مش سهل، فدي اجابات يعني من الحاجات اللي هي اللي تسعدك في المباراه، اللي انت عندك فرقه بتقدر عندك، بس برضه انت عندك عناصر تقيله خلي بالك، يعني انت عندك عناصر يمكن قوامها هتلاقيها في المنتخب الاول
في الفترة اللي جاية وبصورة أساسية. عندك مصطفى محمد، عندك رمضان صبحي، عندك الباك ليفت كريم العراقي برضه وفي احمد فتوح في الباك ليفت والباك رايت العراقي. فيعني عندك عناصر تقيله في الملعب، فيمكن دوت ساعدك اللي انت ترجع للمباراه مع خبرتهم برضه مع انديتهم، قدرت ترجع للمباراه في صوره وتحقق الفوز في النهايه. ده يمكن لما بتحقق الفوز في النهايه ده بيبقى ليه فرحه كبيره قوي يعني. يعني المباراه بتحس ان هي كانت رايحه منك وبتقدر تجيب المكسب ده في الدقائق الاخيره دي، بتحس ان انت عندك مجموعه من اللعيبه رجاله يقدر يعتمد عليهم، وان شاء الله بس نكمل على هذا المستوى ويكون فكرنا اكبر من التاهل زي ما قلت لحضرتك للاولمبياد. يعني مش عايز اخش في تفاصيل فنيه قوي في خطه الكابتن شوقي غريب، لكن عايز اسالك سؤال كده يعني من بره، هل ممكن الكابتن شوقي غريب يستغل صلاح محسن احسن من كده ويسخر امكانياته للفريق ولنفسه وياخد منه مردود مختلف عن اللي قدمه في اللقاءين؟ انا عارف ان الموضوع فني بحت وان هو صلاح محسن ان هو ممكن ما يكونش موجود في المكان اللي بيحبه، لكن صلاح محسن لاعب كبير عنده امكانيات كبيره. ازاي كابتن شوقي المباراه اللي جايه ممكن على الاقل يديله حته كده دفعه معنويه صغيره ايجابيه ويحاول ان هو يعني هل بقى هيريحه وهل هيدفع بيه؟ دي حاجه اكيد ترجع له، لكن ازاي كابتن شوقي يستغل صلاح محسن لصالح منتخب مصر ويرجعه تاني صلاح محسن اللي احنا كلنا عارفينه؟ طيب انا هبدا من النقطه الاخيره. لا ليه؟ اللي صلاح محسن احنا عارفين امكانياته كبيره قد ايه، وواحد من افضل اللعيبه اللي تظهرت في السنوات الاخيره، بس في الفتره الاخيره اصبح صلاح محسن غير مقنع لينا. يعني ليه؟ لان احنا عارفين الامكانيات اللي عند صلاح محسن قد ايه. اللي بيوزل اللي بيقدمه في الملعب ما يجيش 10% من امكانيات محمد صلاح محسن، صح؟ فلازم اللي يساعد نفسه قبل ما نقول حسام بقى شوقي غريب، لا نتكلم على صلاح محسن، هو لازم يساعد نفسه بصوره اكتر من كده، لازم يدي مجهود اكتر من كده. زي ما تقول من ناحيه لو حتى الكره ما عندك وانت عملت مجهود كبير فيها او عملت مجهود بدني، اكيد ان ربنا يوفقك في الاخر. انا شايف ان العيب في النقطه دي عند صلاح محسن، عند صلاح محسن تمام. المفروض صلاح محسن يبص لنفسه شويه ويبقى يحط لنفسه مكانه اكبر من كده بكتير، لان هو امكانياته، وانا بقول لك امكانياته على مستوى مصر تحط ان صلاح محسن في مكانه كبيره وعاليه في الكره المصريه. فهو العيب في صلاح محسن، ولازم صلاح محسن يعرف كده كويس قوي، ولازم يصلح من نفسه قبل ما شوقي غريب يحطه في المكان ده او المكان ده. طيب انا عايز اروح مع حضرتك للمجموعه الثانيه سريعا، وعايز اقول لحضرتك النتائج. يمكن جنوب افريقيا بتفوز على منتخب كوت ديفوار وبتتصدر المجموعه الثانيه باربع نقاط، ومنتخب نيجيريا بيفوز على منتخب زامبيا 3-1، والمجموعه بتبقى كالتالي: جنوب افريقيا في المركز الاول 4 نقاط، نيجيريا في المركز الثاني 3 نقاط، كوت ديفوار في المركز الثالث 3 نقاط، واخيرا منتخب زامبيا في المركز الرابع بنقطه واحده. يعني شايف حضرتك المجموعه الثانيه اصعب من مجموعه مصر، ولا مجموعه مصر بالاسامي اللي موجوده بيخليها صعبه؟ لا هي مش هقدر نقول صعبه. لا يمكن انا عايز اقول لك ان المجموعتين برضو الى حد ما فيها متكافئ، بس اللي صعب المجموعه الثانيه دلوقتي ان كل الفرق في قبل الجوله الاخيره ما حدش عارف مين صعد ومين ما صعدش. يعني في ممكن فرقه تصعد وممكن تخرج. انت يمكن النتائج خدمتك في المجموعة الأولى، فبعدت منتخب مالي، رغم أن منتخب مالي على فكرة من أقوى المنتخبات الأفريقية في المرحلة دي، ويمكن تملي كان بيطلع لعيبة عالية قوي، يعني برضو خروجه حقق نتيجة إيجابية في كأس العالم الشباب أكيد الخير. لا منتخب يعني مالي عندها يعني خامات عالية قوي، بس ما للأسف في الآخر ما بيقدروش يكملوا، ما تعرفش يعني برضو التربة أو المناخ عندهم ما بيساعدش اللاعب على النضوج على المستوى الدولي في سن الكبير. نرجع تاني للمجموعه الثانيه، ان الظروف او النتائج المجموعه الثانيه خلتها صعبه جدا. انت تشوف تبص لو انت تشوف انت ايه الفرقه المناسبه اللي انت تلعبها من المجموعه الثانيه او تحس براحه بال فيها كده. اعتقد ان يعني انا فندم عايز اقول لحضرتك اصلا يعني انا بكتب دلوقتي النتائج والنقاط. الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، نيجيريا عندها 3 نقاط ضد جنوب افريقيا 4 نقاط. طيب يعني فجنوب افريقيا عايزه تكسب وجنوب ونيجيريا عايزه تكسب تتعادل. يعني انا جنوب افريقيا عندها حلين، يا اما تتعادل يا اما تكسب، بس التعادل
في حاله فوز كوت ديفوار على زامبيا يصلح ثاني مجموعه بالظبط كده. وبالتالي حضرتك الحسابات فيها معقده جدا. كل واحد بيفكر مكسب فقط لا غير. بقى في الحاله دي مش بتفكر انت تطلع اول او ثاني بالظبط. انت في المجموعه دي بتفكر ان انت تاخد الثلاثه بونت عشان تضمن مكان بالزبط. ليك ضمن الاربعه الكبار. ده اللي انا بتكلم في المربع بالظبط. يعني احنا في ثلاث فرق ممكن نلعبهم. ممكن نلعب نيجيريا، ممكن نلعب كوت ديفوار، ممكن نلعب جنوب افريقيا، ممكن تلعب زامبيا كمان. يعني ممكن نلعب زامبيا بس انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على نتائج ان زامبيا حققت نتائج سلبيه لحد دلوقتي في البطوله، لكن نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا اعتقد ان هم حققوا نتائج ايجابيه. جنوب افريقيا احنا لعبناها قبل البطوله باسبوع، اعتقد انهم منتخب محترم جدا بالظبط. فبالنسبه لنا زي ما حضرتك سالتني ايه الانسب اللي احنا نلعبه، كلهم اقوى من بعض، والبطل ما بيبصش على يلعب مين وما يلعبش مين، البطل مركز في هدف واحد. في الحاله دي لو انا ما كان شوي غريب ايوه ما بصش خالص للمجموعه الثانيه دلوقتي. انا ابدا اشتغل مع لعيبتي واعرفهم اللي احنا لا يهمنا اللاعب نيجيريا ولا كوت ديفوار او جنوب افريقيا. لان احنا بندور على لقب البطوله. صح. احنا البطل ما بيبصش هو يلعب مين، البطل عنده هدف واحد ان هو يكسب ويكمل مسيرته وخلاص. بعد كده لازم تكسب، يعني في المباراه بعد كده في الدور قبل النهائي لازم تكسب عشان تطلع النهائي، ولما تطلع النهائي هتضمن مكان في الاولمبياد. وبعدين تلعب النهائي، احنا هدفنا البطوله لان البطوله على ملعبنا. مش معقوله نبقى منظمين بطولتين على اعلى مستوى، منتخب يخرج من دور ال 16 والمنتخب الثاني ما ياخدش البطوله. لا طيب. فلازم يبقى في هدف. يعني بطوله 2006 حضرتك اكيد فاكرها، كانت منظمه على ارض مصر، كانت بطوله اكيد مميزه، لكن الجمهور المصري ما كانش متوقع ان منتخب مصر يفوز بالبطوله، لكن مباراه بعد المباراه طموحنا عليه اكيد، ومنتخب مصر فاز بالبطوله اكيد. هل حضرتك ده اللي ماشي مع المنتخب الاولمبي؟ ان في الاول كنا يعني اقل حاجه طالبنا ان المنتخب يصعد اولمبياد طوكيو 2020، لكن بالمستويات اللي المنتخب بيقدمها من مباراه لمباراه بقى عندنا طمع، وده طمع مشروع في الكوره طبعا وفي الرياضه، ان احنا نفوز بالبطوله. هل ده فعلا حصل ولا احنا من الاول يعني عندنا يقين عندنا طموح ان المنتخب ده يحقق البطوله؟ يمكن يعني برضو يمكن لحد كبير كلامك فيه شيء من الواقع، بس في 2006 يمكن اللي خلانا ما عندناش امل في البطوله قبل بدايتها ان كان في مشاكل عندنا من 2005، وكان في خرجنا من كاس العالم. صح. وجي كان كابتن حسن شحاته كمدير فني مؤقت. صح. الى ان نشوف مدير فني يقدر يخوض بطوله الامم الافريقيه. وبعدين جه دعم لكابتن حسن شحاته، دعم رئاسي من جمال وعلاء مبارك، وده يمكن كان اداله باور جامد لحسن شحاته ان هو يشتغل، الى جانب ان هو كان معاه جيل اعتقد من الاجيال العظماء في الكره المصريه. صح. اللي مش هيتكرر تاني. فكان من السهل جدا في وجود خامات ومواهب في منتخب 2006 في الوقت دوت مع جمهور عظيم. كان في مكان في الملعب اكيد، ده انت تشوف الملعب باستاد القاهره لما تشوفه كان شكله يفرح، يعني كله ماكس كده باعلام مصر كلها. فاعتقد ان بعد مباراه والثانيه والثالثه خلاص ابتدينا ان احنا نحس ان احنا ما نقلش عن منتخبات كبيره زي الكاميرون ولا كوت ديفوار في الوقت دوت. يمكن شفنا حتى السيمي فاينل كانت السنغال شكلها ايه، وحققنا فوز يمكن بصعوبه كبيره بهدف عمرو زكي لو كنت فاكر في الوقت دوت. طبعا فيعني كانت احداث جميله الى حد ما الوقت دوت. بس انا برضو يعني انا ما كانش عندي طموح ان احنا مجرد اوصل الاولمبياد، انا بدل في بطوله بتقام حضرتك يا استاذ عادل، طموح حضرتك الفوز ببطوله افريقيا لازم. لو انت ما عودتش لعيبتك على كده يبقى هيجيبوا الحاجات الاقل. طالما انت بتلعب على الاقل يبقى ممكن تخرج بره خالص. يبقى لا، ما تلعب على البطوله واوصل النهائي واخسر النهائي مش اشكال. أو أنا إيه حققت هدف يمكن 60 أو 70% من الهدف ووصلت النهائي. المنتخب أنا شايفه إن فرصته كبيرة، عنده عناصر خبرة كبيرة في الملعب يقدر يوظفها كويس قوي. أعتقد إن الدور اللي جاي بيقع على مسؤولية الجهاز الفني، بس عايز الجهاز الفني يمكن يعني برضو إيه يبقى أهدى من كده وأركز من كده، لأن برضو أنا شفت حاجات من بره يمكن بتحسسك ان يعني الجهاز بس يعني. فعشان كده عشان بقول لك يعني كابتن شوقي غريب تاريخه كبير
على المستوى الفني طب مش حاسس ان كابتن شوقي في يعني مشاعره وتعامله مع المباراه هل ممكن نقول ان عليه ضغوطات كبيره علشان كده علشان كده هو مشاعره كل مدير فني عليه ضغوط وعلى مستوى مسؤوليه المدير الفني بيبقى على مستوى الضغوط بتاعه كابتن شوقي غريب ماسك منتخب مصر عليه ضغوط من 100 مليون مصري صح لازم يكون على قد اما كنا الى حد ما هنخش يعني عايز تبقى فيه انفعالات خش في اوضه مغلقه واقفلها عليك لان صورتك او بره بتنعكس على اداء اللعيبه داخل الملعب تمام. لما يشوف الملعب اللاعب عندنا اللاعب الكره ذكي لما يبص في الملعب يلاقيه خايف هيتنقل الشعور دوت من المدرب للملعب للاعب جوه الملعب فانت خسرت كده الفرقه لكن في عز اصعب ده اللي بيفرق كوتش كبير صح. عن كوتش صغير لما تلاقي كوتش في عز المواقف الصعبه واقف على رجليه ثابته في الملعب رغم ان هو عارف صعوبه المهم لكن هو مش عايز يبين ينقل الاحساس ده للعبته فبتلاقي المدرب بتاعك واقف على رجلين ثابته جبار من بره بتموت نفسك بيديك حاله من الروح بتعوض فيها لو كنت انت متاخر او اي حاجه عشان خاطر تحقق الهدف فدي يعني دي حاجه مهمه جدا اعتقد وكابتن شوقي عارف الموضوع ده كويس قوي. مباراه الكاميرون طبعا الجهاز الفني او كل وسائل الاعلام وكل النقاد وكل الصحفيين وكل الرياضيين بيتكلموا في نقطه انا شايف ان في ان هي عكسها ان هو منتخب مصر المباراه اللي جايه ممكن بنسبه كبيره يريح بعض العناصر الاساسيه ويلعب الولاد اللي هم ما اخذوش فرص في المباراه الاولى والمباراه الثانيه. بس عليك احنا في حته مش واخدين بالنا منها ان الكاميرون عندها فرصه انها تصعد اول مجموعه. ان هي لو فازت على منتخب مصر هيبقى عندها سبع نقاط. كابتن شوقي بين نارين. هل هيكمل باللعيبه هم ويلعب على الفوز او يلعب على التعادل علشان منتخب مصر يصعد اول مجموعه وبالتالي يعني مسج او رساله قويه للمجموعه الثانيه. انا بختلف معاك في كلامك ده. طيب ليه؟ حلو قوي الكلام ده. هو مش ما فيش حاجه بين نارين. بين نارين ليه؟ انت عندك انت الماتش انت ضمنت التاهل تمام. دي حاجه كويسه عندك حتى لو ريحت عناصر فانت بتعمل التشكيل بتاعك اللي انت تكسب المباراه تمام. بغض النظر عن انت بتلاعب الكاميرون تمام. بتلاعب بتسوانا بتلاعب البرازيل انت بتحط التشكيل بتاعك اللي انت تكسب المباراه دي عندك لعيب حاسه ان هو بدنيا هيقع منك في السيمي فاينل ده ممكن تسحبه تمام. وتريحه تمام. عندك لعيب مش هتفرق معاه ولعيب من العناصر المؤثره ما تدفع له وتديله يعني ما تبعدوش عن الملعب لان لعيب الكوره برده في البطوله كل ما بياخد كل ما مستواه يزيد كل ما بتديله لكن لو اللعيب انت شايفه في اصابه عنده خايف من ناحيه الاصابه خايف من ناحيه اجهاد فبتحط اللاعب اللي يقدر يعمل او يقدم لك على الاقل 70 80% من مستوى اللعيب الاساسي فدوت وانت لاعب منتخب مصر انت واخد قايمه احسن لعيبه مصر عندك في الوقت دوت فما تحط ما تشيل سين وتحط صاد كلهم زي الفرق بعض. يعني المفروض لو فرق جامد قوي يبقى انت مختار غلط واخد بالك لو انت عندك تغييرات زي ما انت بتقول كنا بنتكلم على صلاح محسن صح. عندك تغييرات جوه التشكيل الاساسي بتاعك ممكن تجيب واحد من اليمين تحطه في الشمال تجيبه من الدفاع تحطه في الهجوم تعمل فكر جديد بحيث ان هو التشكيل او العمود الاساسي بتاع الفريق ما يتهزش طيب حضرتك دلوقتي لو فكرنا مع بعض مين من العناصر اللي حضرتك شايف ان هي ممكن ترتاح المباراه اللي جايه علشان ما تقعش منك في الدور قبل النهائي يعني ممكن في اسمين ثلاثه هل ممكن يبقى اربع اسامي لا يعني انا شايف مثلا مصطفى محمد لو هو شايفه مش بدني واحمد ياسر رهيب ممتاز جدا ما هو بالظبط يعني يعني لو شايف لو انت شايف ان هو يعني ما هو الحته دي هو يحسها اكتر مننا انت شايف ان هو ايه اجهاد شويه ممكن ابقى اديله اخر نص ساعه يبقى ممكن احط مثلا احمد ياسر رهيب اطلع صلاح محسن رمضان دوره مهم برضو من ضمن الحاجات اللي برضو اللي وقفت عندها انت بتلعب ثلاثه في الدفاع حلو ثلاثه اربعه ثلاثه بتلعب ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه ثلاثه تمام في الوقت اللي انت كل المنتخبات المصريه ما دي برضو عشان تحس ان احنا بنلعب بطريقه ايه عشوائيه او بتلعب حضرتك احنا لما تلعب وانت المنتخب الاول عندك بيلعب 4-4-2 لو رحت المنتخب الشباب ممكن تلاقيه بيلعب 4-4-2 ايه يعني المفروض يبقى في الكره المصريه بيبقى ليها سيستم
او في نلعب زي ايطاليا كده بتلعب على زون ديفنس بتقفل وتروح اسرع فرقه تعمل لك كونتر اتاك تختفي لك جول. دي كان السمه ما يزيد نتكلم على توحيد الطرق في المنتخبات يعني والفرق. ما دي المفروض احنا مش دي ليها مجال تاني بس لازم ناخدها كده على طول. يعني المفروض يكون في لجنه فنيه في الاتحاد، المدربين بتوع الاتحاد عارفين ان هم بيلعبوا ايه، المدير الفني ما يعني مش عايزين نخش في نفرع فيها في الحاجات دي. فاحنا هنخلينا صح خلينا ايه طيب التشكيله الاساسيه يعني ممكن نريح مصطفى محمد، ممكن نريح، ممكن نريح. رمضان صبحي محتاج ان هو يرتاح، محتاج ان هو يريح يرتاح، ما عنديش مشكله. بس لو هو مش يعني مش هتفرق معاه لا يبقى خليه في الملعب. يعني ما شاء الله رمضان بدنيا عالي جدا. لو في لا فلي عشان هيزيد. طيب سؤال بقى تاني ليه علاقه بالنادي الاهلي، رمضان صبحي هل فايلر عرف يغير من الكيمياء اللي موجوده فيه والشخصيه واختلف عن لاسارتي واختلف عن عهد فايلر دلوقتي؟ انا مش عايز اتكلم مع لاسارتي لان لاسارتي يمكن باين على حضرتك انا حضرتك جبت يعني السيره دلوقتي اسوأ عصور او فترات النادي الاهلي كانت مع لاسارتي فنيا. فنيا طبعا طبعا لا 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 يعني لا لا مدرب لا عارف يعني زي ما تقول كده لا انا حاسس من بره ان في انضباط مع اللعيبه، ما فيش سيطره عليهم، حتى مش عايش مش عارف امكانياتهم الفنيه ده ينفع ايه ولا ما ينفعش ايه. لا فايلر فرق كتير، فرق كتير يمكن مع شكل الفريق. انا مش عايز اتكلم على مدربين، انا بتكلم على شكل الفرقه. رمضان رمضان صبحي تحديدا اختلف تماما، اختلف مستويات قد بس برضه رمضان صبحي قد كده 10 مرات صح. يعني مش رمضان صحيح. صبحي لا رمضان صبحي كان لما طلع مع تريزيجيه كان حاجه يعني عاليه قوي صح، عاليه قوي يعني كنا يعني انا كنت واحد من الناس كنت متوقع له ان هو يبقى في الدوري الانجليزي يحقق، مش عايز اقول لك يعني يبقى ورا صلاح على طول. لكن برضو هي دي مرحله لازم رمضان صبحي يفكر فيها ويشوف اخطائه ايه اللي كان فيها عشان اتمنى ان هو يكررها وينجح فيها في الفتره اللي جايه. طيب هل حضرتك شايف ان منتخب مصر افضل منتخب موجود حاليا في البطوله ولا ممكن منتخب تاني حضرتك شايف ان مستواه يعني يعادل يعني منتخب مش عايز اقول افضل بس انا عايز اقول ان لحد دلوقتي يمكن في ست او خمس منتخبات في مستوى واحد. حتى الفرق اللي انت كسبت الكاميرون في الكاميرون كويس، في نيجيريا كويسه، في كوت ديفوار كويسه، جنوب افريقيا رايح حضرتك فيها عندك غانا كويسه. انا كان عاجبني منتخب مالي قوي يعني بس يعني ما يعني انا مش عايز اقول برضو عشان انا مش عايز ايه ننفخ في المنتخب قوي لا انت ما كنتش افضل فنيا في المباريات اللي خدتها بس انت نجحت او قدرت اللي انت تكسب وده الى حد ما نقطه ايجابيه في اداء المنتخب. ليه الناس مبسوطه بالروح القتاليه؟ الناس بتحب المكسب يعني اي شيء بتحب المكسب وبتحب ترفع علم مصر كلنا ونبقى عندنا انتماء للبلد ديت. هل حضرتك شايف ان منتخب مصر لما كانش كسب امبارح بالروح دي كان الجمهور هيسقف للعيبه؟ اكيد صح؟ اكيد لان هو حاسس بيهم يعني الجمهور عندنا بيفهم كوره قوي الكوره بالذات يعني ذواق قوي في الحته دي وبيفهم كويس قوي بغض النظر عن ثقافاته كلها يعني ممكن تلاقي واحد مثقف ومش واحد لكن ايه متحدين في الكوره بتجمعهم في الاسلوب على الكوره بالظبط كده. فالمنتخب انا شايفه ان الماتش دوت عمل ماتش كويس قوي الروح اللي كانت عاليه قوي دي تخلي لك يعني ايه تسقف اللعيبه حتى لو ما كنتش حققوا الفوز. كون ان هم حققوا الفوز ده تخليهم تشيلهم على الاكتاف وتسقف لهم كويس قوي في الماتش ده. طيب حضرتك قبل ما نروح للمنتخب الاول عايز افصل مع حضرتك لنقطه مهمه جدا وهي كيفيه البناء من اخر بطولتين امم افريقيا للكبار وامم افريقيا تحت 23 سنه لتطوير كره القدم المصريه ولمستقبل افضل. انا برضو مش عايز ايه تتطرق للموضوع اقول لك نقطه البناء ومش البناء ليه البناء معناها ان انت بتحط اساس من اول وجديد بتحط الاساس كده كده احنا عندنا الاساس يعني انت ممكن تقعد بقى ايه تحط الاساس ده ممكن تقعد لسنه سنتين في مدربين بيشتغلوا على الحته دي يقول لك انا ببني فرقه يعني انت ايه ما تكلمنيش بقى بعد سنه ولا كلمني بعد سنتين كن بعد سنتين كنا قاعد فيها وكنا ماشي واتكل على الله. احنا عندنا البنيه التحتيه موجوده تمام وعندنا اللعيبه اللي انت تقدر احنا مش ناقصنا حاجه حتى في البطوله اللي فاتت ما كناش ناقصنا حاجه انت عندك احسن من واحد من احسن اللعيبه في العالم ما تقدرش تبني عليه فرقه ما تقدرش تبني عليه خطه عندك لعيبه محترفين بسم الله ما شاء الله وبيلعبوا في انديتهم في اقوى الدوريات الاوروبيه ما تقدرش عندك لعيبه هنا في مصر ظهروا مستوى عالي قوي ما تقدرش تعمل توليفه
في الحته دي، الحته دي احنا مش ناقصنا حاجه، احنا ناقصنا فكر، فكر وتطبيق، لان احنا لسه بنمشي على اسلوب الفهلوه، والفهلوه دي بتسيب مره وتخيب 10. صح، واخد بالك؟ صح. لكن انت لو حطيت اسلوب علمي ومشيت عليه، وده لازم يكون فيه اتحاد قوي عارف هو عايز يعمل ايه، في لجنه فنيه بتقدر تشوف الدوري العام دوت ايه اللعيبه اللي فيه وتحلل اداء الفرق وانت جايب ايه، في مدير فني للاتحاد يقدر يقول لك احنا عايزين المسابقات بتاعتنا كذا عشان السن دوت محتاجينه في كذا، عايزين نعمل دوري قطاعات في السن دوت، يعني يبقى في مناقشه او حوار على المستوى الفني عشان نرفع بالكره المصريه، ده اللي يرفع الكره المصريه. وكون بعد كده حسن الاختيار لمدير فني طبقا لمعايير معينه، اختياراته ايه بعيد برضو عن المحسوبيات والمجاملات اللي موجوده في الكره المصريه، اعتقد ان لو في لو انت عملت طبقت دوت كويس قوي هيبقى عندك مسابقات قويه جدا، هيبقى عندك مدربين على اعلى مستوى، مش هتبقى محتار تختار دوت ولا تختار دوت ولا تجيب دوت عشان ده بيأيده فلان او بيسنده علان، لا هيبقى عندك مدربين كويسين تقدر لو خدت اي استعنت باي حد منهم هيطبق لك الاسلوب العلمي اللي انت في اتحاد الكوره محدده وعامله. لكن للاسف احنا لحد دلوقتي ماشيين بنظام الفهلوه. طيب حابب تقول حضرتك كلمه للمنتخب الاولمبي قبل ما نروح للمنتخب الاول وكابتن شوقي غريب ولجمهور الكره المصريه في مباراه الكاميرون اللي جايه؟ لا انا طبعا يمكن كلام اللعيبه ان هم اللعيبه دولت منتخب في فريق راس حربه زي مصطفى محمد افضل راس حربه في مصر دلوقتي، في لعيب زي صلاح محسن كان اغلى لعيب كوره في الدوري المصري، اعتقد ان هو الاغلى يعني ما حدش عدى لسه، في رمضان صبحي لعيب على مستوى عالي بالظبط كده. اعتقد ان الثلاثه دول بس، مش هتكلم على الباقي، ان دولت لو ما كسبوش البطوله دي اعتقد ان هم يراجعوا نفسهم كويس قوي لان هم يعتبروا كبار الفرقه دي. طيب ودي مسؤوليه طبعا زي ما حضراتكم سمعتم، يعني ان شاء الله ربنا يكون في عون الكابتن شوقي غريب والجهاز الفني واللعيبه، عندهم مباراه مهمه جدا جدا امام منتخب الكاميرون، اكيد هتحدد مين هو بطل المجموعه. الطموح عند الجمهور المصري بيعلى من مباراه لمباراه، وده شيء جيد جدا ان الجمهور المصري صابر على الولاد وصابر على المنتخب والروح اللي موجوده والاداء، هو ده اللي راضي كل الجمهور الكره المصريه. اكيد طبعا مباراه الكاميرون هتحدد مين اول المجموعه، عندنا يعني امل في ربنا سبحانه وتعالى واللعيبه والجهاز الفني ان المنتخب ان شاء الله يحقق البطوله الافريقيه، علشان مش بس يعوضنا عن المنتخب الاول واخفاق المنتخب الاول، بل يعني بالعكس ان هو بيكون سبب في الجهد والكفاح اللي مبذول من الدوله المصريه تجاه البطوله الافريقيه وتنظيم بطولتين، فعلى الاقل بطوله او كاس البطوله يكون هديه للدوله المصريه من المنتخب الاولمبي. نروح حضرتك بقى للمنتخب الاول، احنا اتفاجئنا النهارده بوجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء بعد وصوله من ليفربول ورجليه محطوطه في كبيره، وبعد الفحوصات الطبيه اكدت ان محمد صلاح هيغيب عن لقائي كينيا وجزر القمر. هل غياب محمد صلاح في البدايه هيؤثر؟ وهل وجود محمد صلاح بيدي رساله قويه ورساله محترمه على انه كان ممكن ما يجيش اصلا؟ هو مصاب و موجود مع زمايله علشان ده نداء وواجب وطني، هيغيب 10 ايام لكن هو حب ان هو يكون موجود. الله عليك، انت لعبتها بقى، ابتديت لعيب كبير. ايه رايك؟ ابن لعيب كبير. ايه راي حضرتك؟ انا اقول لك يعني يمكن كان باين قوي في ماتش ليفربول مع المان سيتي ان محمد صلاح الخبطه اللي اتعرض ليها في نهايه الشوط الاولاني مأثره على اداؤه في الشوط الثاني تماما. فيمكن دي كانت باينه ان هو مش سليم، مش واضح يعني. كون ان هو يجي دي طبعا حاجه، مش عايز اقول حاجه كبيره، لا ده هو المفروض يجي لان دي بلده مصر ولازم يجي ويقعد مع لعيبته، لان هو اللعيب هو القيمه الكبيره عند في المنتخب وعند الشعب المصري كله. محمد صلاح اسم كبير دلوقتي لا يكل عن ميسي او رونالدو، وبالعكس ان هو بيخش في منافسات معاهم، فوجوده طبعا مهم، ودي يمكن هو حاسس النقطه دي، فوجوده معاهم بيديهم دفعه معنويه للعيب. كون ان هو هيأثر، اعتقد ان المباراتين اللي جايين مش يعني، انا كنت اتمنى حتى لو صلاح سليم ما كنتش اتمنى ان هو يلعب المباراتين دول. استاذ عادل، بوتسوانا وليبيريا
المستوى، كان مع فرق ضعيفه، محمد صلاح ما كانش موجود والاداء ما كانش قد كده. ما قد كده لان برضو الفكر مش قد كده. فكر مين؟ فكر اي فكر يعني، فكر بره جوه ماشي يعني. فكر مش قد ليه؟ لان انت عندك لعيبه تمام، انت مش معرض محمد صلاح ما يلعبش معاك طبعا. طيب يعني انت عندك لعيبه تانية، وهو فعلا مش هيلعب معاك. انت هتقابل كينيا وجزر القمر، مش هتقابل زي ما قال الكابتن حسام، مش هتقابل البرازيل او الارجنتين. حلو. يعني المستويات متواضعه للغايه، انت بتلاعب فرق في التصنيف من على المستوى التصنيف الافريقي حتى في الاخر، مش مستوى تصنيف الفيفا. ف ايه ابني، مش انت عايز تبني؟ صح، ابني على الموجود. ايه المشكله موجود؟ انت عندك بدل صلاح في خمسه سته، محمد صلاح برضو ممكن تدفع بيهم وتلعب وتشوف انت رؤيتك في الماتش ايه، والفرقه اللي قدامك بتلعب ازاي والعب عليه. يعني هو محتاج فكر وتخطيط بعيد عن الفهلوه. الله يعني حضرتك بتقول كلمه الفهلوه دي كتير. ما الفهلوه دي احنا ماشيين بقى عليها من زمان. يعني العب وحط وحماس واجري ومش عارف واصرار، لكن لا كل ده كويس لما يكون في عندك اللعيب الحماسي وعنده روح، ده حاجه كويس، بس ما توظفوا الحاجات دي بالطريقه اللي تخدم وتاخد منه كل حاجه، ما تاخدش منه جزء من طاقته. من كلام حضرتك على لقائي كينيا وجزر القمر، حضرتك يعني باين ان المشوار منتخب مصر باي تشكيل من يلعب بيه محمد صلاح لازم حسام البدري لازم يكسب. يعني حضرتك شايف ان مشوار منتخب مصر سهل الصعود لافريقيا؟ ده اكيد. يعني مش شايف حضرتك ان احنا ممكن نكون عندنا عقبه ولا حاجه؟ ده يبقى العيب فيك انت، مش عيب في لا يبقى عندك عيب، عندك مشكله. ما انت لكن انت مش عايز انت طب انت في السنين اللي انت ما وصلتش فيها كان عندنا ظروف على مستوى البلد، كنت خارج من ثورتين ورا بعض، متوقفه والدوري متوقف، وفي عندك مشكله كانت بين الانديه ومشكله حصلت في ماتش الاهلي والمصري، يعني عندك مشاكل كتير قوي. فكان في ظروف تمنعك ان انت توصل لنهايات، مش عشان انت، لكن مصر لا، مصر اسم كبير وقوه كبيره من القوى الافريقيه، وكل المنتخبات الافريقيه حتى في المنتخب المصري مثلا ما يكون حتى مش على مستوى قوه معينه، لكن كله بيخشاه. الاسم بتاع مصر كبير في كل عند الدول الافريقيه كتير، لما تلعب مع مصر بيبقى الوضع مختلف تماما. تقييم حضرتك لمستوى محمود حسن تريزيجيه بعد انتقاله الى استون فيلا، وهل يعني هنشوف من تريزيجيه تطور لمستواه في حته اللمسه الاخيره وان هو يفيد المنتخب الوطني في حاله ان خلاص تاكد غياب محمد صلاح؟ تريزيجيه وراي حضرتك في مستواه في استون فيلا لحد دلوقتي، وايضا مدى يعني استفاده منتخب مصر من تريزيجيه خلال الفتره اللي جايه؟ انت لازم تستفاد منه، يمكن في الفتره الاخيره حسينا ان في طفره في المستوى. يعني جاب جولين اهم في اخر مباراتين في الدوري الانجليزي. لكن تريزيجيه برضو عنده حته رعونه شويه في جوه منطقه الجزاء، يعني دي مأثره فيه. يعني هو لو ركز في الحته شويه دي وركز فيها دور مين يا فندم؟ برضه دوره مع ناحيه حته توجيه من المدرب، يعني برضه المدرب لما يواجهه يشوف هو ايه غلطته فين، برضه حتى عايز كوتش فني بقى حتى بس في النادي ولا المنتخب يا فندم؟ في النادي وفي المنتخب. هاي المنتخب يعني المدرب يقول لك ما عنديش وقت ان انا اشتغل على قصور اللعيبه اللي موجوده. انت مش عندك قصور، انت عندك مع لعيب مهم. لعيب مهم تشتغل عليها. لازم تشتغل عليه. ده هو ده اللي هيكسبك. المدرب يقول لك انا اللعيب اللي عندي بيقعد عندي 10 ايام اسبوع ما بلحقش اشتغل معاه. تشتغل معاه في ايه؟ اصل في حاجات ما انا عايز اقول لك برضه، لما يكون لعيب بيوصل بيلعب في الدوري الانجليزي عن اقوى دوري في العالم، بيبقى وصل لمستوى ذهني معين. مش يعني مستوى ذهني يفهمك، لو بصيت له في عينيه هيفهمك هو عايز ايه. صح، لان هو وصل لمستويات عاليه قوي بغض النظر عن لاعب تاني بيلعب في دوريات قليله. لكن تريزيجيه لو في حد، لو هو شايف كابتن حسام البدري اللي يقدر يواجهه في حاجات، واعتقد ان هو دي اللي تنقصه. والنقطه الثانيه يمكن شفتها في اخر ماتش ليه، حته اللياقه البدنيه بتاعته قليله قوي، بيقع، وبعدين لما بيقع
بيعمل بقى حركات اللعيبه المصريين في الدوري المصري، انه يقعد يحط ايده في وسطه ويعمل كده يعدل الشراب وهو مش قادر يقف. طب هل حضرتك ان هو حصل له يعني زي ما بنقول صدمه في اللياقه البدنيه في ان هو كان بيلعب في الدوري التركي؟ عارف الدوري التركي لا يمكن ابدا نقارنه باللياقه البدنيه والقوه اللي موجوده في الدوري الانجليزي. هل ده هيجي بالماتشات وهيجي ان ريبيري يكون موجوده في الملعب؟ اتمنى لو 12 ماتش بس لعبهم تريزيجيه مع استون فيلا، اعتقد ان ما لعبش منهم واحد، كان مطرود فيهم واحد، هو الاول كان حتى ما بينزلش في الاول، دلوقتي بيعتمد عليه في التشكيله الاساسيه. لكن انا دي انا متفق معاك فيها تماما ان هي مع المباريات هيزيد لياقته، بس اللعيب الذكي اللي هو عايز يستمر في الدوري الانجليزي دوت لازم يفكر في الحاجات دي، يعني شوف هو ايه اللي ناقصه. يعني لا لو انا قدامي اسبوعين ثلاثه، لا ده انا ممكن اخليها في اسبوع، ازود انا جرعات التدريب حتى لوحدي على انفراد كده، انمي من مهاراتي اللي هي ناقصاني شويه. اعتقد ان تريزيجيه اتمنى وهو عنده الامكانيات اللي اشوفه بتهتف باسمه الجماهير زي محمد صلاح في الدوري الانجليزي. طيب الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، لكن الاختيارات للمنتخب الوطني، هل حضرتك شايف ان الكابتن حسام نجح في ضم افضل عناصر اللي موجوده سواء محترفين او محليين، ولا حضرتك شايف ان كان ممكن يدخل اسم او اسمين او يطلع اسم او اسمين ويضم مكانهم حد؟ لا يمكن من الاختيارات في من الفتره الاولانيه شايف ان برضو في ايه تكرار للاخطاء، بمعنى يعني انت برضو عشان مدرب منتخب مصر اكيد الكابتن حسام كان شاف المنتخب موجود مع في عهد اجيري كان شكله ايه، في عهد الكوبرا كان شكله ايه، اللعيبه اللي ممكن يستفاد منهم ومحققوش حاجه، اللعيبه اللي خد اكتر من فرصه ومن الصعب حتى مبقاش مقبول عند الجماهير اللي هي تشوفه، لان هو ما قدمش، خد فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما قدمش حد. انا شايف برضو ان في لعيبه بس مش هنخش في اسماء، مش ممكن واحد، لا ممكن اقول لك مثلا احمد كوك، تمام، على مستوى المحترفين يعني برضو احمد كوك ما قدمش قوي او ما قدمش حاجه رغم ان هو خد فترات كتيره جدا مع المنتخب، مع يمكن اجيرو كوبر كمان ما قدمش. يعني حضرتك بتطالب بسبب مثلا ان مصطفى محمد مش متاح وبالتالي ان الكابتن حسام بدل ما كان يعتمد على احمد كان ممكن يعطي فرصه للاعب اخر في الدوري المصري بيلعب في نفس المركز مثلا؟ ده هو ما دي بقى مهمه المنتخب الوقت، ولا احمد احسن من الناس البديله اللي كابتن حسام كان يختارها؟ انا مش يعني برضه انا مش عايز يعني ماشي. اكون قاسي في الحكم على خالص، بالعكس احنا بنتكلم يعني في نقد بناء، مش بنتكلم في فرص كتيره ممكن يكونش موفق يعني، تمام، بس هو توفيقه بعد كده هيجي على مصلحه ضد مصلحه الفريق، فالافضل ان اشوف واحد واثنين، ما الجهاز الفني بالمنتخب بيعمل ايه؟ ما عشان يشوف مين بديل مين ينفع. النهارده شفنا مصطفى محمد وكسبناه كراس حربه، عايزين نشوف احنا من بعد عماد متعب ما طلعش المنتخب مصر راس حربه، تقدر تقول ان هو راس حربه قوي. مصطفى محمد ممكن يكون هو خليفه عمرو زكي؟ يعني لا هو افضل من عمرو زكي، يعني فنيا اعلى من عمرو زكي. بس نتمنى بقى ان المشكله حضرتك اللي مش في بالظبط حضرتك، انا شايف ان المشكله دايما في معظم لعيبتنا لان برضه مش مشكله فنيه، يعني مشكله ذهنيه يعني اكيد، بس انا هقول لحضرتك حاجه يمكن لاحظتها في يمكن في اثنين من اللعيبه، مصطفى محمد ده يمكن برضه ما فيش عندنا العين اللي هي تقدر تشوفه او تقدر تعين الولد ده. مصطفى محمد ده اما راح اعاره مع طنطا تفتكر في الموسم طبعا انا فاكر بعد الجيش اعتقد كان ايه، تحس ان الولد ده كويس قوي رغم ان هو كان في فرقه وصغير تعبانه وصغير جدا، واخد بالك لما راح مع الجيش يعني لما سالته تحس ان تخيل السنتين دولت اللي هو طلع فيهم بره، لو كان رغم ان هو اللي كانوا في الزمالك ساعتها ما كانش اعلى منه لو كانوا موجودين في الزمالك لحد دلوقتي. طب ما ينفعش كان هو في الزمالك وما لعبش؟ ما هو ما حضرتك بتفكر فيها برضه العكس، ان اللاعب اتنفس واخد فرصه في انديه بره فلعبوه. مين افضل منه؟ طب مين افضل؟ تشوف اللي افضل منه. طب انا اقول لك على حاجه برضه، انا لازم مش عايزين نخش على الزمالك، لا لا بالعكس احنا بنتكلم في منتخب مصر. اوتاكا اوباما اوتاكا ده الاسم، واخد بالك اوباما دوت اهو لعيب لعيب كوره طبعا، طلع بره برضه سنتين رغم السنتين دول تعلق فيهم ورجع تاني. يعني انت عشان خاطر انت ممكن تطلع لعيب ما يكونش متوسم فيه ان هو هيضرب معاك اهو، بس مطلعه لعل وعسى، لكن اللعيب اللي هو ظاهر عندك عالي لو انت قعدته وحطيته في البيئه بتاعتك وظفته هيعلى معاك اكتر من كده كتير قوي.
طيب موضوع اللي دايما بسأل فيه ضيوفي الأعزاء وهو موضوع الشارة. الشارة هل هيعمل حساسية ما بين محمد صلاح وبين أحمد فتحي؟ هو اللي انت دي تعمل من الأساس يعني ما ده موضوع أصلي اللي اتكلم فيه من الأساس غلطان. يعني كون ان واحد يعني لو كابتن حسام البدر عمل فيه كده فهو بيخلق نفسه مشاكل او مشاكل او حتى على مستوى اللعيبه بيعمل له بينهم محزيات. انا ممكن يعني ما اتكلمش يعني الافضل كمدير فني اللي انت شوف القوام الاساسي بتاع ما تتكلمش خالص في الموضوع ده. انت مش محتاجه نهائي في الموضوع ده. انت تشوف الاول القوام بتاعك في ايه. ما عندك لعيب زي احمد فتحي. احمد فتحي فيه كل مقومات كابتن الفريق اللي قاد الفرقه جوه الملعب وهو شخصيه جميله ومحبوب. جميله محمد احمد فتحي. احمد فتحي معروف كل حتى انت لو كلمت محمد صلاح دلوقتي هيقول لك لا. وبعدين مش بتكلم على احمد فتحي لان احمد فتحي كمان لعيب وعنصر مؤثر في الفريق وروح عاليه ومحبوب وسط زملائه وكبير يعني صاحب خبره كبيره. يعني مش هتحط واحد بقى حتى مهما كان هو مين واحد تيجي تحطه عشان خاطر مجرد ان هو محمد صلاح نجم عالمي. لا المفروض يكون في شيء من الحنكه والذكاء في الحاجات ديت. انت في حاجات شائقه يمكن كانت حصلت مره في النادي الاهلي ايام كولتشاي كده وفي السبعينات وكان الكابتن مصطفى يونس وجي كان كولتشاي اعتقد او هيدوكوتي قال لك لا كابتن محمود الخطيب هو كابتن فريق. في سبعه كانوا كبار اجتمعوا وبتاع في وافقوا وفي مصطفى يونس ما وافقش وحقه. يعني برضه مصطفى يونس نجم كبير وفي الاخر حتى رغم ان كابتن محمود الخطيب ما كانش طلب دي. فانت اللي اقصد ان انت ما تعملش مشكله من لا مشكله. لا صلاح طلب ان هو يبقى كابتن ولا احمد فتحي اتكلم في الموضوع ده. انت ليه بتتكلم؟ انت كده انت بتدور على مشاكل في بدايه فتره وجودك. فالافضل ايه؟ اللي انت تستنى شويه شوف قوام المجموعه عندك لعيب واحد او انت يبقى في ذهنك واحد ده كابتن اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحد واثنين وثلاثه مش موجودين في اربعه يبقى اربعه كابتن خلصت. مش لو الكابتن ده حتى مش من الادميه تقول لا خلاص ده الكابتن ده موجود هيبقى في حتى قبول عند الجماهير. يعني لكن نقطه اللي انت تخلق مشكله يبقى انت عايز تخلق مشاكل تبقى انت عايز تعمل مشاكل في فتره اعداد او انت مطلوب منك ان انت تكون فيها الجو هادي عشان خاطر تقدر تفرض اسلوبك او طريقتك مع اللعيبه. طبعا حمدي فتحي كلنا اكيد يعني تابعنا الاخبار الحزينه اللي حصلت بعد التمرين امبارح في المنتخب الوطني باصابه حمدي فتحي وغيابه لمده اعتقد انها توصل لشهرين. لكن حمدي فتحي واحد من اللعيبه اللي انا بعتز بصداقتها جدا واحد من اللعيبه المميزه خلقيا وفنيا. طبعا اكيد طبعا زي ما قدر ان هو يفرض نفسه على النادي الاهلي في حته ان هو يكون موجود اساسي وزي ما قدر يفرض نفسه في منتخب مصر انه يكون واحد من اللعيبه المهمه جدا خلال الفتره الاخيره قادر ان شاء الله يعود من الاصابه اللي اتعرض ليها وده قضاء وقدر وهو اكيد حمدي عارف الكلام ده كويس جدا واحنا بندعمك ودايما واقفين في ظهرك ودايما بنتكلم عليك بكل شيء ايجابي عشان انت تستاهل كل خير. اكيد غيابك مع منتخب مصر هياثر لكن ان شاء الله زمايلك قادرين على يعني سد الفجوه اللي انت هتحدثها في منطقه نص الملعب سواء مع المنتخب الوطني وسواء مع منتخب مصر. كابتن سيد طلع وقال ان حمدي فتحي ان شاء الله هيسافر الى المانيا علشان يتعالج بصوره مباشره من خلال الطبيب الالماني اللي هيتولى كل شيء من اول الجراحه اللي هيعملها ان شاء الله اللي هي طبعا قطع في غضروف الركبه الى فتره الاعداد وانه يرجع تاني بالسلامه ان شاء الله الى ارض الملعب. حمدي طبعا مش محتاجين احنا نتكلم عليه اكيد استاذ عادل طبعا هيتكلم على حمدي وعلى مدى اهميته في نص الملعب ومع النادي الاهلي الفتره الاخيره واكيد هيؤثر مع منتخب مصر لكن كل شيء قضاء وقدر. هو طبعا الحمد لله اولا واخيرا على موضوع الاصابه ان شاء الله يرجع افضل من الاول بكتير. لكن حمدي انا عايز اتكلم معاه يمكن من ايام ما هو كان قبل ما يجي الاهلي حتى في انبي كان لعيب مميز جدا. انبي وده منهور قبليها طبعا. فيمكن في قدر في الفتره الاخيره ان هو يثبت نفسه كاحد الركائز في خط وسط النادي الاهلي. ويمكن الحاجه اللي ميزت حمدي ان هو ديفندر بيلعب ديفندر لكن هداف وحتى اهداف مؤثره جدا في الفتره الاخيره ودي نقطه كانت ناقصانا اللي انت عايز لعيب
ديفندر في وسط الملعب هداف يقدر يكمل، بتديك باور اكتر وبتديك يعني بتخلي الفرق اللي قدامك محتاره. فان شاء الله حمدي يرجع افضل من الاول، وانا متوقع منه ان هو يعني هيكون اسم كبير وبارز في سماء الكره المصريه. عايز احكي لحضرتك موقف على حمدي. حمدي كان موجود معانا هنا في قناه الاهلي، يعني اتشرفت ان انا عملت معاه لقاء. عرفت يعني قبل ما يكون معايا، عايز اعرف هو ازاي بيطور من ادائه، ازاي بيذاكر، ازاي بيتابع. دايما كان بيطلب من محللين الاداء اللي بيكونوا موجودين معاه في الفرقه اللي قبل كده، سواء اما ان هو بعد كل مباراه ياخد التحليل الخاص بيه ويشوف جري قد ايه، عمل باصه كام باصه في 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 الماتش، عمل كام واحده منهم صح، عمل كام واحده منهم غلط، صوب كام تصويبه، قطع كام كوره، كل الكلام ده كله كان بيقعد يذاكره ويراجع عليه علشان يطور من ادائه. وهل ده فعلا محتاجين اللعيبه كلها تكون بعقليه حمدي فتحي علشان يطوروا من نفسهم ويكملوا النواقص اللي موجوده؟ انت جبت لب الموضوع خلاص انتهت. لو كان في كل اللعيبه بالفكر بتاع حمدي، ما ده فكرة انا دلوقتي فوجئت باللي انت بتقول لي. لا ده حقيقه، واتكلمت معاه فيها. ده فكر عالي، ده فكر بقى بروفيشنال قوي، يعني واحد محترف عالي قوي، مش في مصر، في اوروبا بقى على اعلى مستويات، عشان خاطر عايز يطور نفسه. فاعتقد ده يعني اهو ده اللي احنا عايزينه، لو كل لعيبه مصر بالطريقه دي. بس برضه لازم يكون متوفر، يمكن برضه حمدي ان حسن حظ عنده محل الاداء تمام في ام بي بيقدر يديله. طب هل ممكن لعيب يتفرج على نفسه في الفيديو او يتفرج على نفسه من خلال التسجيلات اللي ممكن يعملها نفسه، عشان لو ما عندوش الامكانيه اللي حضرتك بتقول عليها؟ هو ممكن الأداء. بس برضه مش بتبقى بالسهوله دي، يعني تمام. انت بيجي لك الماده جاهزه قدامك، انت ايه الحته دي بتعملها عايزه فيها ظبط شويه، فبتحاول تعملها كده، غير لما تقعد اما برضه تبص على نفسك كده، مش هتبص تشوف ال عايزه واحد بقى عالي قوي او بيحاسب نفسه كويس قوي عشان خاطر يقدر يشوف ايه الاخطاء اللي بيمر بيها وايه الحاجات اللي هو ناقصاه عشان يعملها في التمرين. طيب يعني توقع حضرتك لمباراه كينيا وجزر القمر خلاص قولا واحدا ان منتخب مصر، ان طبيعي ان منتخب مصر يفوز. لا وبعدين ويمكن الجماهير المصريه كلها ما بتقبلش حاجه اقل من كده يعني. فلازم يكون ده في حسبان الجهاز الفني. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي ان شاء الله في لقاءين يوم الخميس، لقاء منتخب الاولمبي ان شاء الله امام الكاميرون، وايضا منتخب مصر امام كينيا. هل حضرتك بتتوقع فوز منتخب مصر قدام الكاميرون ولا مباراه خارج التوقعات بسبب ان منتخب الكاميرون عنده طموح ومنتخب الى حد ما منتخب قوي؟ لا وبرضه احنا شايفين المباراه، انا شايف الايكوال جيم يعني نسبه تكسب بقى 50% 50%. المنتخب برضه الكاميرون منتخب عنيد، بيلعب عايز يكسب عشان يطلع ياخد اول. بس الحاجه اللي تفرحك يعني أيوة، ان المدير الفني بتاعهم سونجو، ده بيحب الكره المصريه كتير قوي، هدايا كتيره يعني، هدايا كتير جدا جدا. طبعا يعني الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل امين، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني يا فندم. انا سعيد جدا بوجودي معاك كابتن عمر، وان شاء الله بالتوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه في الاهلي الليله، نشوفكم دايما على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.